طيب ها نشوة تقول لك ايش الحلاوة هذه؟ يا نشوة. الله اوكي. وسارة هلا وغلا دكتورة منورة منورة ست اوكي شوف الحين اللي بيدخلوا حيتفاعلوا ولا ما حد يعطيني سالفة ولا يعني لا والله مثل ما قلت لك، ترى انا من الساعه 6 الا 5 اروح ادخل واطلع، ادخل واطلع تالي، لان انا فكرتك والله لسه يعني حتوصلي حتكوني لسه مستعجله وحتكوني ولا في البيت اليوم كنت قاعد اليوم. بس احنا النسوان من تحدنا شوي تسهى عنا، دخلنا على فيديوهات الميك اب. اوكي لا لا حلو حلو ليش لا ليش لا. طيب بس خليني بس عم خاف. قبل ما نبدا ايوه بس كلام للاخوه اللي حيكون حابين يعطوا اسئله او حابين يتداخلوا ما في مشكله. انا الدكتوره حتبدا تتكلم وكذا بعدين احنا اذا في سؤال انا حسجله عندي وتصبر شويه لانه قد الدكتوره تستفيض شويه بالشرح ايوه فخلي بالكم معنا شويه احنا معاكم طول اليوم ما عندي مشكله اليوم صبورين صبورين يا صبورين فاصبروا علينا الله يخليكم ايه. تمام علشان نقدر نعطي الدكتوره تعطيكم الايوبه وتشرح لكم شرح سليم مبسط. يعني الدكتوره اوريدي كلمتها ما احنا لا احنا دكاتره ولا يحزنوا لا لا فهي الدكتوره ان شاء الله حتنزل الى مستوانا شويه وتشرح لنا يا نشوان، انتوا اللي في الفيلد، انتوا اللي في الجبهة، انتوا اللي معاكم الأولاد. ايوه خاصة انا عندي شو اسمه عندي طفل عنده اوتيزم اها عندك تمام لؤي اعتقد شفتوه لؤي يا مرة كذا لوح لكم قال لكم مرحبا والله لؤي ايوه عنده اوتيزم شوية فانا يمكن واحد من الناس اللي حيستفيدوا من كلامك الله يخليك تمام وسلم. ايوه والله. يلا احنا تمام قلنا احنا راح نتكلم عنهم شوي، عنهم عالمهم وعالمنا. وقلنا يبي له صبر شوية أكثر يا نشوان، لأن التعامل معاهم اللي احنا نسميه عناد، بس هم ترى مو عناد يا حرام. نعم هو لما يركز في شيء واحد احنا نشغل الفصين في دماغنا، هم مساكين يشغلون فص واحد وأذنهم تنطم، ما يسمعون من يناديهم لأن تركيزهم في الشيء اللي هم يبونه مش. فبعض الأحيان يا حرام بعض الأطفال ينضربون، قصدهم إن أنتوا ليش ما قاعدين الكلام، ليش مش عارفة ما تنتبه، ليش تضيع أغراضك في المدرسة، ليش تنسى جاكيتك ساعات، ليش ينسى شنطته، ترى في عالم غير العالم اللي احنا فيه. ف شوية صبر وشوية تريننج وأكثر، يعني ما عنده انترست في اللي احنا نهتم احنا فيه. يعني واحد منهم اللي كنت راجعة حتى هني في بريطانيا يا والدته، أقول سويت اليوم في المدرسة، يعيد الجملة وراي. نعم إيه لدرجة إنه ما يصيغ الضمير. ثواني يا دكتورة بس أبغي أسأل يا شباب الصوت واضح لأنه أنا أحس أن الصوت عندي يقطع فاكتبوا لنا تحت بس إذا الصوت الدكتورة واضح لكم أنتم تفضل يا دكتورة واصلي أوكي إيه. يطلع عندهم خلي يقولون صح إيه. نعم طيب فيعني ما عنده اكو ما شاء الله يقولون اي ايوه الصوت واضح، واضح حلو لكن نقول انه ما عنده القدره على انه هو يحول الضمير انه سويت انت في المدرسه انا سويت في المدرسه، يعيد الجمله وراي بالضبط في الضمير. كذلك انه هو ما عنده قدره على تكوين صداقات، الوحيده اللي ممكن ياخذ ويعطي وياها امه، فعالمه تصير بس والدته، والده الأقرب إذا اللي يكون صبور وياه أكثر. ففي هاي المشكلة إن عدم قدرة على تكوين الصداقات تحتاج من اللي هو الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه فيه اليوم، ألا وهو المهارات الحياتية. نعم في سؤال من الأخ عبدو علي أعتقد إذا نطقت اسمك صح هل في حل هذه المشكلة الكبيرة في تعليم أبنائنا
في المدارس البريطانية كمسلمين على هذه المادة الجديدة؟ مش عارف إيش قصدك يا أخ عبدو علي. هل يقصد انه المسلمين ما له الاسلام ما له دخل في إيه، حاس إنه يسأل عن موضوع آخر، يعني مش عارف ليش. يمكن يتكلم The stars company. مش التوحد، ام سوري، اللي هو الحين اللي ضاج فيه العالم، ضاج فيه اللي هو الموضوع اللي كلمتك عليه هذا، ايه الرينبو، نعم كرهوا لون، انا غرامي اللون البنفسجي ما اقدر اقرب صوبه الحين يا جعل. لا، اللون كلون واحد عادي، لكن الألوان كلها صار صعب الحين. يعني اي والله اخاف المس اقرب يم أنا عندي فانيلة فيها علامة التشوبا تشوبس، هذه اللولي بوبس، هذه تشوبا تشوبس الحين، لأنه كلها ألوانها الطبيعية هذه التشوبا، من إيه. واحنا صغار نعرفها، الحين كل ما ألبسها يقعدوا يعايبوا عليها الشباب. أرجوك لا. أنا بعد كنت داخلة قاب في البحرين قبل لا أي سنة اللي فاتت، نعم، وما تي شيرت مقلم كل الألوان، بنت أختي وياي قالت لي ها، مشكلة، لا تروحي قطر. أحسن. أي طيب فبالنسبة وصلي وصلي يا دكتورة. أي بنت إلى المتوحد، إنه هو ما قلنا ما عنده قدرة على التلقائية في الردود مثلنا، شوف الحين إحنا نضحك ونسولف ما يقدر يندمج ويانا بهذه الطريقة، في نفس الوقت إنه ما عنده القدرة إنه هو يبتدي أو كونفرزيشن أو يسلم عليك ويقول لك إنه هو السلام عليكم السلام إلى آخره. اللي قاعد يسأل التوحد قوي أو نفسي هو يعتبر من الأمراض العقلية، لأنه فيها إنزيمات دماغية، فيها خلل كروموزوم. إذن هو عضوي. إيه نعم يصير. طيب بالنسبة إلى الطفل يمكن تلاقونه شوية عنده اللي إحنا نسميه تصلب، شنو نسميه في الدماغ، إن أنت rigid you don't want to change your mind، يعني اوكي، يعني يعني مش تخلف ولا تعصب، يعني فريز، يعني كأنه خلاص ثابت. آية وما يبي غيره وما عنده أي مرونة في أخذ وعطاء، أخذ وعطاء، وما له بارض إنه هو يناقش. أوكي نعم، طيب لأنه في أسئلة كثيرة هنا، كيف ممكن نتعامل عندما يصل سن المراهقة؟ بس لو توضحي يا دكتور أول شيء، عرفي لنا شو مرض التوحد أول شيء ممكن، إيه أهو وأصنافه وأنواعه. يعني أنا اللي أعرفه، لأنه بحكم أنه عندي ابن فيه أوتيزم، يختلف من شخص إلى آخر، ما فيش واحد أو اثنين عندهم نفس النوعية، فأكيد على كذا يعني التعامل معهم حيكون مختلف طبعا من واحد إلى آخر. بالضبط. بالنسبة هادية خليفة قاعدة تقول إن الحركة الزايدة، هاي كنت أنا أبي أقولها، إنهم they come together، بعضهم نشاط زائد ونقص تركيز، فالتوحد زائد فرط النشاط ونقص التركيز مصيبة. ليش؟ لأن في هاي الحال ما يخليك من كثر حركته ونشاطه ما يخليك إن أنت حتى تركز على تنمية مهاراتك، لأن فأول شيء نحل مشكلة فرط النشاط بأنه هو يروح إلى الطبيب المختص حتى يوصف له كونسرتا أو ريتالين علشان يهدأ شوي، تهدأ حركته، بعدين نكتشف أو نعالج النقطة الثانية اللي هو الأوتيزم. طبعا التوحد درجات، مثل ما المرة اللي فاتت لما تكلمت أنا وياك قلت لك إن أنا لما تعرضت لحادث سيارة انكسرت إيدي ورجلي فيها، كان الفيزيوثيرابيست اللي عالجني لما توحد، نعم اي اللي هو فيزيوثيرابيست اللي هم يسمونهم ضاعت اللغة، العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي عليك نور، كان متوحد بس طيف توحد، كان روبوت رجل آلي، لا يبتسم ولا يضحك وما عنده مشاعر. اطلاقا. عزمني مره في رمضان قال لي اعزمك على الفطور، قلت له شوف يا ابن الحلال رمضان صعبه، الواحد يطلع من ما نعم، من البيت، يعني الواحد ما يصدق انه يبي ياكل لقمه في بيت. يأكل لقمة، يصلي وينام. اي أيوة والله عزمني واصر، رحت
عيد ميلادي اكتشفت اليوم وانا ما راح اكل وياك، اكلي انت، انا بروح اتغدى اتفطر مع اهلي، بس انا عازمك وانا طفل. مقلب. انا شو، انا ميت الجوع، ما عندي احد، ما عندي اتفطر في البيت. يلا انا اجيت محرية عشانك يعني ما اقول لي دكتوره ناجل، صح؟ نعم ما عنده حسن تصرف، ما عنده كومن سنس، يعني ما عنده. خلاص هو وعد الدكتوره انه روح يتفطر وياه، خلاص انا الحين وعدت بيتنا ان انا بتفطر وياهم، انتي اكلي انا بدفع. قلت له انا باكل وانت طالعني، خلاص. واضطريت ان انا ارجع اتفطر في البيت، الله يحفظه. الله مسكين. طيب هل الغداء يلعب دور في العلاج؟ يعني هو الغذاء طبعا كلنا محتاجين ان ناكل شيء ينفعنا، لان شنو ما ندخل في جسمنا هو اللي بينفعنا. يعني لو مثل ما قلنا ذاك اليوم نوقف الشوكولات عنا كلنا، نعم الاشياء الضاره هذه كلها، يعني لازم الغذاء المتوازن، بحيث ان الهايبر اكتيف اللي قاعد يسال هل نفس التوحد؟ لا يا ناديه، احنا قلنا الهايبر اكتيف اللي هو فرط النشاط مصاحب للتوحد، يعني بس مش دائما يعني، بس في مو الحالات. كل الحالات. في فرط النشاط ونقص التركيز اللي يجيك كثير الكلام، هذا لو كان مو متوحد، ما عنده توحد، كثير الكلام ما يرضى يسكت ويضحك على السالفة. أنا عندي زبون في المحل هكذا، الله ما يسكت ما يسكت ما يسكت. اي هذا شغلة دكتور استاذ، شغلة في الأشياء اليدوية. أنا كنت أعطيهم، عندي يعني واحد من عيال أخوي كنت أعطيه غسل للزل، نشيط. ما شاء الله. يا محمد، الدكتورة شريفة أسوار أخصائية في العلاج النفسي والسلوك المعرفي. أيه. أوكي، مريم تقول ابني كذا، ابنك كيف يعني؟ يعني عنده فرط نشاط ويتكلم كثير؟ يضايقني أولياء الأمور أمانة إنهم يخافون الأدوية. طيب الأدوية، يعني أنا كدكتورة ليش بروح أوصف لكم أدوية تدمنون عليها؟ إيش مصلحتي؟ أو تضركم؟ شنو مصلحتي؟ فالهايبر أكتيف أو فرط النشاط أو نقص التركيز لازم تعطونا أدويته اللي هو الكونسرتا أو الريتالين حتى يهدأ. ومن يبلغ، يعني عادة من سن 8 سنوات إلى 12 سنة، إذا وقف عند ال 12 سنة أعطيناه الأدوية ومش، من يبلغ يبتدي يهدأ أخذ أدويته. لو ما أخذ أدويته، عندي دكتور من جدي عمره 55 سنة الحين وفرط نشاط ونقص تركيز يا أستاذ، لأن الله. ما أعطته الأدوية، فلا ناجح في شهادته ولا ناجح في شغله ولا مركز في ولا امتحان من امتحاناتنا هني في بريطانيا نجح فيها. كلنا أكيد، كيف حيعمل؟ كيف حيسوي؟ كلنا استشاريين، مرحلة إن احنا نكون استشاريين residential. وحتى ال NHS هني نادوه قالوا له يعني انت وصلت لهالسن ولحد الحين ما انت قادر ان انت حتى تخطي واحد من الامتحانات، ولا شيء، ولا امتحان زمالة ولا امتحان بلاب ولا امتحان بسبب. بس هل يزاول المهنة يعني شغال دكتور يعني محسوب إنه دكتور؟ هو يسمونه لوكم، ما شو زال يعني؟ الدفع الأسبوعي، يعني المفروض انت تعرف في بريطانيا نظام الاستشاري ترى ما شاء الله راتبه شيء وشوي، أوه أكيد طبعا يا. هذا ما على نظام اللوكم ابو لوريس اللي توه متخرج ابو سنه. فلا نخاف من الريتالين ولا نخاف من الكونسيرتا، لان ما في ادمان، ومن يوصل سن البلوغ يوقف، البنت والولد. يعني حتى الحالات اللي درستها او دخلت لها في الاحداث، إصلاحيات الأحداث سواء كان في بريطانيا أو في البحرين، كان وعند كل عندهم فرط نشاط ونقص تركيز، وأهاليهم استهتروا بعلاجهم، خايفين من الأدوية. اوكي أي نرجع إلى شو اسمه، الحالة المتوحد. المتوحد ساعات في بعض الأحيان يصير عنده نوع إعادة الكلام وصعوبة في النطق، حسب ما قلنا ان في جات،
فنبي نكون صبورين، لأن احنا تحكينا عنهم وايد، نبي الحين ان احنا نكون صبورين في ان احنا نعلمهم المهارات الحياتية اللي امس ناقشت وياك فيها. اول احنا قلنا ما راح نتناقش بطريقة أكاديمية، ما بقول لكم قال فلاني ولا بورد ولا حبيبنا وعم. سهليها علينا يا دكتورة، سهليها، الله يخليك، الله يسهل عليك. ما بنقول، الله يسلمك، ما راح نقول فرويد حبيبنا قال ولا شو اسمه سيدة، راح نقول ان اول مهارة من المهارات الحياتية لازم احنا نتعلمها حتى لأطفالنا هي مهارة انا امدح الشخص اللي قدامي. مثلا لو شفتك كذي اليوم، ما شاء الله عليك يا نشوان، اليوم وجهك ابيض، اليوم ترى نشيط كاشخ، ريحه عطر عندي، ها صاير. ايوه، الروح المعنوية ترتفع. ايوه، لما اشوف دينا يمارسون هاي المهاره بينهم وبين بعض يتعلم. نادي تضحك، من ناديه، نادي تضحك علي الحين. انا ابي اغازلك بس اخاف زوجتك، ترى لا، الدار امان، درمان، اي قول لها الدار امان. تحب، زوجتي عارفة، يمكن هي تتابعنا الان معانا. شوفي. حياها الله، حياها الله. مثل ما تقول ان احنا نبتدي نتعلم ونعلم اطفالنا على ان احنا لو شفنا شيء حلو ما نغار كنسوان، لان احنا عندنا مشكلة لا تمدح امرأة امام امرأة. فيجب ان نتعلم احنا كأمهات ان احنا نمدح شوي الطرف الآخر اللي قدامنا، والآباء كمان، فيبتدي الآباء شوية عنيفين، شلون؟ الآباء شوية عنيفين، فالآباء لازم شوية كمان يمدحوا الأم. طبعا إنها أصلا حنينة شوية على الأطفال، ايه فهي حتكون أكثر يعني دعما للأطفال أكثر يمكن من الأب. ايه بس هي مثلا لو شافت خواتها ممكن تمدح اختها، لو مدحت اختها الطفل قاعد قدامها، يعني قاعد تتكرر. أوكي، يعني إذا تمدح واحد غير عن الطفل اللي فيه المرض هذا قد يغار كمان. أوكي، في نقطة إن أنت لما تمدح في شخص أو تعطي كومبلمنت عليه يقول لك ها إيش تبي، ليش تجامل؟ هاي مش مجاملة، هاي مو مجاملة. المجاملة أو النفاق اللي إحنا نسميه، لأن هم يخلطون ما بين المجاملة والنفاق، إن أنا أنافقك وأنا ما أحبك ولا عندي أي مشاعر، عندي أي مشاعر من تمشي عني شوية ذميت فيك، هذا النفاق. ولكن أنت كإنسان علي مثلا، وانا كانت احسن فرصه ان انا تعرفت عليكم فيها على النت، ما فيها شيء لو قلت لك يا نشوان والله ما شاء الله عليك اليوم وايد حلو، وايد ما شاء الله معتني، مثل ما قالوا لك الجماعه الصوره اللي وراك ومنسق لها و الى اخره، ترحابك فيني وانت قاعد، هذا خش ترحاب، هذا مدح كومبلمنت، والكل قاعد، هذا يحرك فيني انزيم السعاده. طبعا كلنا نعرف ان انزيمات السعاده اربعه، واحد قوليهم قوليهم. الرابع، هذا امتحان الرابع بنسى، الأول واحد اللي هو السيروتونين موجود في الدماغ وفي المعدة، علشان كذي لما نكون صيام تكون أخلاقنا تجارية ميد ان تايوان، ما تتحرك صحيح صحيح، من نبتدي ناكل تحرك الإنزيم ترتاح. السعادة، نعم، الدوبامين اللي يتحرك بال حركة بالرقص بالرياضة يخلينا شوية مرتاحين، الأندروفين اللي هو يتحرك بأن أنت لما تحس أن أنت إنسان أنجزت شيء، لو حطيت لك اليوم هدف، كل يوم حطيت لك هدف تارجت راح جسمه توصل له، توصل له. نعم، أنجزته، هذا بعد يتحرك فتحس بالراحة وريلاكسيشن. آخر واحد اللي هو الأكستوساسين أو شيء كذي من هذا القبيل، ودائما تربط فيه لما تحس انك محبوب من الطرف اللي حواليك، لما تدخل والكل يرحب فيك يتحرك هذا. طيب بالنسبة إلى المهارة الثانية اللي لازم نعلم فيها أطفالنا هي ان احنا we don't panic لما المشاكل تصير، أو مفاجآت مثل كيفية إطفاء الحرائق. ترى الحرائق مو بس للكبار أو لأهل المطافي، إحنا بعد نعم،
نقدر نعطيها، فنعلم الطفل كيف يستخدم الفاير اكستنجوشر اللي في البيت. الطفل لما المهارة الثالثة فن الدفاع عن النفس، إن أنا أشرح وجهة نظري. لما الطفل يبي يوصل لي وجهة نظره لا أقول عنه قليل أدب ولا طويل اللسان ولا أقول له كلمة خلاص سوي اللي أنا قلته من غير نقاش، ما بيصير. إذا علمته على الطاعة العمياء لي أنا وصار شخصية القيادية. أنا في المدرسة مش موجودة، بينقاد ببساطة لأصحاب السوء لأنه خلاص عن نفسه، عرفت شلون؟ نعم. اللي هو الدفاع عن النفس، وإن أنا أوقف لحقوقي وأقول لا أنا ما أبي هذا الشيء، أنا أبي ما عدا طبعا طاعة رب العالمين والتغذية، هذه عاد لازم نتدخل فيها. فنعطيه اللي هو إن احنا نقول عليه نعرض لا نقول. يعني أنا إنسانة مستحيل لو تقنعني، شو تحاول ما تقنعني مستحيل إن أنا أتغدى لك سندويشات. اوكي. لو تصب لي إياها ذهب، أنا تعودت إن الغداء معناته رز. عيش، لازم العيش. العيش بالبقية الدول الخليج يسمون الرز الخبز، يسمون في مصر يسمون العيش الخبز، ايه، اما في دول الخليج العيش يسووه الرز. احنا عندنا رز، والعراق تمن. تمن. اي نعم ايه. اي انت تعرض حتى الطفل ان احنا نعطيه مجال، حتى يا زعم ان احنا نقول عطوه خيارين، يعني ان يا تاكل البرجر يا تاكل الرز، لا ايش تبي تتغدى وتتركون له المجال، لانه ما يعرف يختار كونه توحدي ما الخيال، فخلوه قدامه خيارين. أكثر من صنف. ولا تبي الأحمر ولا تبي الأخضر، أنت اللي اختار. حتى أطور ثقته في نفسه، وأنا قاعدة ألف وأدور عليه في الأخير أنا مشيت الكلام نعم. إن أنا ديمقراطية. أوكي، نعم. معظم الأهل لا عندهم تنظيم الوقت ولا إدارة النفس ولا إدارة الغضب ولا إدارة ولا علم الطفل إدارة فن الإدارة أو فن أوكي. فنحط جولز، ديلي جولز، مهارات يومية، أو اللي احنا نسميها تدولة، سويت بسوي 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 يوم، مثل عندي واحدة في المطبخ. لا تقولها ترى بتزعل منك. لا لا، هي اللي مسويتها مش أنا. مو كذي نحطها، ترى احنا النسوان حق لا لا لا، أقول لك، هي زوجتي اللي حاطة اللوحة كذا كبيرة في الباب، المواعيد، إذا عندها مواعيد دكتور، مواعيد مدارس، مواعيد فواتير، كلها تذكرني فيها. أنا أحط لستة علشان الشوبينج، وبعد أحط عليها تك 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 على أساس إن أنا خلاص وأطلع بدون وأشتري الأشياء اللي مو موجودة في اللستة. Anyway نعم. I typical woman، لا تزعل منا ولا لا تزعل لا لا لا، بالعكس، هذا افضل بالنسبه لي. جاتنا. الدكتوره، عفوا، ما مش عارف ان اسمها ايش، لكن هي كاتبه الدكتوره، تقول او تسال: ما تقدر تكون استشاري بدون بورد؟ لا ما يصير بدون البورد، لأنه امتحانات لازم نحصلها، يمكن لازم بعد الاستشاري لازم عقب يا أما خبرة 20 سنة يا أما نجاح الامتحانات بالبورد وفي الزمالة وفي في مشوار طويل عريض. يا دكتور، الدكتورة، أنت دكتورة في إيش بالضبط؟ أنا إذا لا لا، مش أنت طبعا، عارف أنت، بس لأن هي كاتبة اسمها الدكتورة، بس مش عارفين إيش ال لا تقول لك ها إيه رد عليه لست هي تقول. مش سؤال، أنا كنت أرد على سؤالك، اي ما سألت كذا. أوكي، ميديكال جينيتيك. أوه أوكي، ما شاء الله ما شاء الله. هذه الحاجات الحلوة اللي، أيوه، هذه اللي تحكم لكم في الجينات الولادة بعدين، علشان ان هي تو افويد الامراض اللي احنا كنا نقول فيها. فاحنا اللي اذا سوينا تو دو ليست وعلمنا الاطفال انهم ينسقون في ساعه معينه
يخلصوها يطلعوها معاكم تقول. طيب يا دكتورة، عايز تطلعي معانا نستفيد من علمك كمان والغيرنا يستفيد؟ تدخلين معنا دكتورة؟ هي أصلا عندها 1000 مشترك، ما أقدر. ليش؟ مو جاهزة يمكن. مش مشكلة، مش مشكلة. هي ما عندهاش 1000 مشترك لسه اوكي، للأسف. على الألف. ايه هذه الألف مصيبة. هي سهلة وبس يبغى لها شوية نشاط بس، ولا ما فيها شيء؟ هي في بريك في الألف من اوكي، كذي. انت دكتورة هنا في بريطانيا ولا في مكان ثاني في اي بلد؟ في امريكا. اوكي، ما شاء الله، الله الله يوفقك ان شاء الله دكتورتنا العزيزه. الله يوفقها. ان ما في يكرنك. انك ذا بيست ما شاء الله. الله يوفقك يا رب. ما شاء الله تبارك الله. ما في وين يا جماعة، ما فيش رجال دكاترة هنا، كلكم نساء يعني، فضحتونا. وين الدكتور وليد؟ الحقنا الحق. الحقنا يا دكتور. لا، لان احنا النسوان في نقطه يا نشوان، ان احنا ما نحصل وظائف مثلكم بسرعة من نخلص لا توجيهي. انتوا اسهل، لا الحين انتوا اسهل، احنا ما في، خلاص راحت علينا. هذا لا في كلام، هذا كمان الاول. حصل مدرسة على طول حصلت وظيفة. احنا لا، في الجيش، في الشرطة، في المطافي. أيوة ايه احنا نضطر ان احنا ندرس علشان نحصل الوظيفة اللي نبيها حلمة. والله أنا ما كنت في يوم من الأيام أبي أتخصص هذا التخصص، أنا بس بموت وأعرف من دزني في هذا التخصص. يعني في واحد، يعني ما كنتش عارف إنك عاوزة تخصص في هذا التخصص بالذات يعني. أنا مشكلة إن فتح لي باب على إن أنا أدخل في حماية الطفل من التحرش الجنسي والإهمال والعنف الأسري، فانفتح الباب ودخلت. ابي اترك وانطلقتي. ادور الباب اللي هاي، لقيت مصيبه اكبر، ادمان الاطفال. ف يتوسع كل شوية المدارك تتوسع يعني، بس حلو حلو ما شاء الله. ده الشخص اللي دزني فتح الباب ودزني لا لا وخلاص. كويس كويس. طيب يا دكتورة، أبغي أسألك. أنا على فكرة سألتك ودزيت لك مقطع، شفت المقطع هذاك حق الطفل يقعطوه 12 سنة عمره، يعطوه هرمونات أنوثة، ولد ذكر عمره 12 سنة، هو نفسه يحس أنه بنت، تمام، لكنه مش بنت. ف بموافقة الأب والأم يعطوه إبر، طبعا في أمريكا كندا حاجة زي كذا، يعطوه إبر هرمونات أنوثية. طيب ما دام هو مش مرض عضوي اللي فيه، فهو هل هو مرض يعتبر نوع من أنواع، مش عاوز أقول من أنواع التوحدها، بس هل هو نوع من أنواع الأمراض العقلية، أو في شيء بمخه يعني يخليه يفكر إنه بنت أو شيء؟ والله يا نشوى موضوع انت حقك اب كوالد تقرر مصير طفل، هذا مو ملكك، هذا مو لعبة في ايدك، هذا الطفل على الاقل عطى مجال يوصل ل 18 ل 21 ليعرف حياته. ايش معنى الميراث نسلمه وهو عمره 21؟ وانتوا الله يهداكم، هذا انا اقصد الفيديو اللي فرشت لي اياه، يعني تروح حتى قيادة السيارة، أيه. يعني المذيعة تسأل الطفل، تقول له هل أنت يعني مقتنع بهذا الشيء؟ نعم، يقول أنا مقتنع وأنا عاوز هذا الشيء، فأعطوه وهو عمره 12 سنة. طيب إذا طلب مثلا عاوز خمرة مثلا، أو إذا طلب عاوز يقود سيارة، إذا طلب ينط من فوق جبل، هل معناته أيوه ممكن تسويها يعني أو يخلوه؟ هذه المشكلة يعني احنا عندنا في البحرين دخل فيها رجال الدين، ممنوع ما تحول إلا فوق ال 21، ما يصير، مو على كيفه إنه نعم. يكبر ويقرر مصيره إنه هو يتحول إلى بنت. أصلا بيصير مثل الغراب اللي قلد مشية الحمامة، لا صار مشية حمامة ولا غراب ولا حمامة، ما عاد أعرفه. يعني، هاي بذمتك بكرة بيحمل ويولد؟ صعبة شوية. وبعدين فلنفرض إنه وصل 18 وغير رأيه، وتحصل، حصلت وتحصل يعني، ما فيها حصلت من قبل يعني. إيه يعني حتى في هاي السن عادة احنا عندنا ما نضغط على المراهقين في نقطة، لأن
الحكاية الدماغية اللي جهة كاملة هني في ما استوت ما جهزت. شفت انت الخلايا الدماغية مثل حبة حب الرمان، شفت حب الرمان يكون فاسد، يا نعم هذه الجهة كاملة غير مستوية. من كذي ما نعطي قراره في يده، لا يتزوج لا ياخذ ميراث، لا قاصر، اسمه قاصر. كيف تقرر مصيره انت؟ تحاسب عليه هذا، لان هاي في مسؤوليتك. فهذا منهم من التصرف، لان في دكتور طلع نسيت اسمه والله، وهاجم الموضوع، هاجم انهم يعطون الهرمونات لاصغر من هي از ماينر. يعني هو الدكتور هذا أجنبي ولا عربي قصدك؟ نعم، وهاجم ان يتهرمن طفل من سن البلوغ. طيب هذا الشيء شفناه يعني منتشر الآن في أوروبا وأمريكا، خاصة في بريطانيا الآن، يعني حتى الأب والأم صعب إنهم الآن يتكلموا مع ابنهم أو يحاولوا يعني يمشوه حسب أهوائهم الآن، أو خلينا نقول حسب مثلا طبيعتهم، أو سواء كانت الدينية أو العقلية أو الاجتماعية. يعني الطفل الآن لو يروح المدرسة وهو عاوز يكون بنت، يعني متأنث شوية، فيه شوية دلع، فيه شوية ليونة، الأب أو الأم حاولوا شوية، قد يكونوا حاولوا شوية يشكموه، فيروح المدرسة يشتكي لهم على طول، ياخذوه منهم ويعطوه. اي بس ما عليه، ما اختلفنا، لان هذا ممكن ان انا يعني ضار نافع، هذا اللي احنا انت تتكلم عليه، القانون ان على الاقل ان يكف الايدي والضرب والعنف الاسري. ضحايا العنف الاسري كلهم مدمنين مخدرات عندنا للاسف، لكن هذا ما يعطيني الحق كأم ان انا اقرر مصير الطفل واروح احقنه بهرمونات، اضيع شخصيته واضيع رجولته واضيع. مثل ما قلت لك انا هذاك اليوم لما تكلمنا في هاي الموضوع، ان الدين انا ما ارشد دينيا، لان احنا العلاج النفسي ما ندخل من الناحية الدينية، ولكن من الدين حياة. الاسلام هو الدين المتمدن دائما حسب المجتمع، يعني حديث الرسول صلى الله عليه واله، علموا السلام. السباحة والرماية والفروسية، ما قال ركوب الخيل، الفروسية. يعرف في يوم من الأيام إن الحرب بتصير نووية، ما بنحتاج الفروسية، ولكن الفروسية أخلاق. الفروسية أخلاق. الرماية أنا ما راح ولا راح أرمي سهم. الرماية فن التصويب للأهداف. السباحة ليوم في الأيام أنت طالع بالمركب لا تغرق، يعني هذه الأشياء. فلما صار العالم الفروسية، أولادنا ما صرنا نتقيد فيه إن احنا نعلمهم الفروسية والرماية، صار يضرب أعزل، يعني حسب الحروب السابقة إن أنا أنتظرك يطيح، إذا سيفك وقع منك ما أهاجمك وأنت أعزل. الحين صار يمد على زوجته ويمد ايده على عياله، أطفال وزوجة عازل، يعني أعزل مثل ما نقول، وضعيف غير قابل، ما يقدر يدافع عن نفسه. فهذا القانون يمكن يكون خدم نوعا ما المرأة الضعيفة والطفل الضعيف، إنهما هاي. فلو نرجع إلى الحديث ونعلم أطفالنا extra curricular activities to involve them، يعني إنه ندخلهم في أنشطة أخرى، نقوي شخصياتهم، نقوي مهاراتهم، ما أعتقد إن احنا بنوصل إلى مرحلة تتكلم نعم. فيها. طيب بس السؤال الثاني يا دكتور، عفوا، الكلام اللي قلتيه طبعا انا موافق معاه 100%، بس أيوه انا احس انه حيكون افضل اذا كان في دولنا العربيه، بحيث ان الدول العربيه عندنا او العالم العربي والاسلامي فيه المراه تقريبا هي اضعف من الرجل بشكل عام، هي اللي تحصل اكثر شيء مثلا انتقاد او ضغط من الرجل. في اوروبا امريكا المراه مش ضعيفه، يعني ما أو المراه يمكن اقوى من الرجل في البلدان هذه، يعني وحقوقها يمكن توصل لمرحلة أكثر من الرجل يعني. ف هني ويدرس ويشوف الثقافة، يترك الأمور اللي فيها ثقافة وتوعية ويركز على تفاهات الأمور. يعني أنا أدرس هني من سنة 85، لاحظت أشياء وايد. طبعا أنا أكمل شهادتي أرجع البحرين أشتغل، أرجع للماجستير أخلص أرجع البحرين، وهكذا رايح باك أند فورث باك أند فورث، يعني لمدة 30 35 سنة الحين. ما شاء الله. سلمك أجو الرود، انزل في شهر 7 و8 شوف العرب شو أوه. يسوون. شفتهم. تحس احس نفسي في دبي، يعني لا حتى دبي، في باكستان هو اكثر،
يعني وين مكان كذا فيه عرب كثير يعني يتطلب. البراكتس اللي مارسه يشوف الساقطات يلحقهم اكرمكم الله وينام وياهم، ما نعم حرام، لكن لين ياكل يروح يدور المطعم شعار الحلال، حلك نعم الله حلوى برك بالسوري، يعني هذا حين حرام وهذا اللي لازم لا تفكر. مش هذا بس، يعني تحصل يروح البار الخمار يشرب لما يقول ودايع، وبعدين وقت الاكل يروح يطلع حلال. يسمي يا نشوان بسم الله. يسمي الله الرحمن الرحيم، اللهم قوي إيمانك إيمانك يعني. والبنات، والبنات اللي احنا نستنكر ان البنت تشرب، سألتها انت من وين جاتك الجرأة ان تفتحين الغرشة؟ يا اخي انا اشوف غراشهم تغريني حلوة، انا الغرشة ايه نفسها هو طبعا لا التسويق والهذا اي احب الانتيكس شوف يعني قاعدين يضحكوا الحين ها اي خل يضحكوا الجماعة. اي يعني انت لما تيجي تمارس الحرام واولادك قدامك ويدرون عنك هي الساقطات ويا ويا هاي، وتيجي تاكل حرام وتاكل حلال، هم نفسهم انفصام اذا يصير انفصام بشخصية يعني ما. الانجليز يضحكون علينا، يضحكون لا يعني لا ياكل لحم خنزير ولكن يشرب، ما ياكل حلال ولكن المرأة لا، لما تيجي عند الساقطات أوه يفتك. طيب اي، فهذا تضارب بعد، هاي الاولاد هني ما بيحترمونه. فبالنسبه الى اب مصدوم او طفل مصدوم في ابوه، اتوقع انه هو ممكن يلجأ الى هذا التانيث او التوم بويز علشان يغيظونهم ترى، او يلجأ احيانا الى المخدرات ويلجأ الى، يا الله لما كنت في البحرين ايش كثر كانوا في المصحائيون كلهم ثلاث ارباعهم، طبعا المصحة اللي كنت اشتغل فيها كان من كل دول الخليج، ايونا كلهم ضحايا تحرش جنسي في الطفولة. لا إله إلا الله. ولما اقول لهم للاهالي ونوعي في بريفنشن، في بريفنشن انتبهوا لعيالكم، واذا صار الانترفنشن ينعالجوهم، يقول لك بينسى، بينسى اخرته الادمان. ما ينسى الطفل ذاكرته يعني تكون امتي يعني فاضية، فأي حاجة تكون زي سفنجة. ما يصدقون الأطفال لما يقولون طيب أنا طفل عمره 5 سنوات، من وين لي القدرة في العقل الباطن على أنه يختلق لك قصة أن أحد تحرش فيه جنسيا؟ يعني ممكن أنه هو يقول لك وحش فوق الكاميرا اي، فكنا نقول أنه هو الطفل يفقد احترامه لوالدينه لما يشوف التضارب في، يعني في one of the cases اللي I attended أنه الأب أولاده صادوه وهو يغازل البنات، فكان واحد من اليهال يطالع، كان على ساحل البحر، فطالع قال يا بابا شوف شوف هذاك يضحك وياه. دارت الأيام كبر الولد وتع الأب، ولا الولد مدخل وياه واحدة في سريره في بيته يعني. ف صدمة أكيد صدمة أكيد صدمة. صدمة بالنسبة إلى الأطفال. فالديفلوبمنت لما ان احنا نقول نساعد الطفل على ان نموه ينمو مخه بحسب ما نحتاج، اذا احنا نبي ست رولز او ست اكزامبل، نبي نكون رول موديل بالنسبه اليه، لا تقولون لا انا قلت لك بس سو، ولا تيجي تقول له حلال وحرام تكرهه في الله سبحانه وتعالى، ما يصير ان الله بيحرقك الله بيعاقبك. الناس كلهم يبتعدون عن الصلاة وعن الدين بسبب والدينهم، إن خوفوهم من عذاب القبر، خوفوهم الله بيحرق جلودكم، الله رحمة. شوف الفرق ما بيننا وما بين المسيحيين، لأن يقولون لك إن الله رحمة، الله حب، النبي عيسى، يعني مع أنهم كفار في هاي الموضوع يعني يخلطون، نعم بس ويغيظ هذا الكلام، بس أنا ما أقدر أتدخل لأن نعم نعم واضح اي ما نقدر نتدخل ونقول لهم عيسى ما له دخل في الموضوع لا يقومون علينا، بس يعلمونا ان النبي عيسى رحمه ونور، ولو حببنا الله سبحانه وتعالى نور السماوات والارض ما راح يحرقك لان انت رايح تكون مثلي، انت ما عندك احترام لنفسك، اربي الطفل على احترام لجسمه، احترامه لشخصيته، احترامه لرجولته، احترامه إلى تقديره إلى جنسه.
إنه هو يقدر يبدع أكثر. يعني شنو لما، وعلى فكرة يعني أنا شو أنا تلاحظ إن المتجندرين هذولين دائما ساقطين، ما لاحظت؟ يعني مش مختبر معاهم فمش عارف. لا، أنا أقصد إن اللي يتعمد إنه هو يغير من الجنة تبعه اوكي. جندر إلى جندر دائما يكون، سامحني على الكلمة، منحط. وأكبر دليل عندك هيفا ماجيك، ادخلوا على هيفا ماجيك وتشوفوا الانحدار. يعني أنا ممكن أحترمها، أحترمه بالأصح، لو كان مؤدب في حالة، لكن وصل إلى مرحلة السقوط كأنه غير الجندر ماله حتى يسقط. عرفت قصدي؟ يعني أنا أكون امرأة محترمة، لما أحول إلى رجل لازم أكون قليل أدب؟ على فكرة إذا إذا كنت تكلمي عن تتكلمي عن العرب العرب بشكل بشكل عام، عام، نعم نعم. أي الأجانب لا، الأجانب الأجانب فيه فيه وفيه فيه. اكزاكتلي. شوف الشرب يا أخي، العرب لين يوي يشربون؟ ليه لازم ليه يفقد وعيه؟ احنا مثل عندنا الإنجليز، هم تركيزهم الدكاترة، الإنجليزية. المهندسين، المحامين، كبار الشخصيات ما يشرب. أو إذا يعني بيشرب ممكن ممكن يشرب يشرب بعقل، بعقل أو يعني يشرب بحدود بعقل. الراحة بس. الراحة بس أي كيف كيف. كان عندي جماعة عرب معاي قبل 20 سنة في الماجستير وأنا أدرس، كان بين، يعني إحنا كنا 5 عرب موجودين في الجامعة، ما معانا أكثر، أنا البنت الوحيدة وهم 4. المسلمين يسحبون المسيح للشرب، المسيحي كان مؤدب أكثر منهم. فأحلى ما في الموضوع نقطة واحدة، جايين كل واحد معاه الجيرل فريند مالته، كمان لما يشرب يتعرفون، اوكي، لما يطلعون ياكلون ويشربون يتناصفون النظام الانجليزي، الفاتورة يتناصفون الفاتورة. عندي انا لا، انت عربية، يدفعون عني. فانتاستيك. ترتاحي إذا انبسط، انا اطلع وياهم رحلة كاملة، ذا هول داي، مدفوع اسبوع مدفوع كامل. كامل. ها اي والله الحمد لله. اي، فبس كويس انت كويس. تعرف انه هو لما ان اساعد الطفل على نموه العقلي ونضجه، لازم اكون انا قدامه ناضجه اول. جميل جميل جدا. طيب يا اوكي، دكتور، عندي سؤال سؤال اعتبره اعتبره مهم. مهم. كيف كيف نقدر نقدر نحمي نحمي اطفالنا اطفالنا في في الفترة الفترة هذه هذه اللي الليبية، هي أو في المدارس الآن المدارس سمحوا الآن بتدريسهم سمحوا مادة بتدريسهم الجنس؟ أيوة، هذه خاصة مهمة خاصة هنا في بريطانيا، بريطانيا، يعني والناس الناس يعني يعني صراحة صراحة تعبانين. تعبانين. موضوع المشكلة في نقطة يا نشوان، يمكن أنا أنحرج أقولها أونلاين، بس معظم اليهال البالغ في السرية تامة كانوا يمارسون العادة السرية، من بنات ومن أولاد. بريطانيا والدول الأجنبية جابوها علنا، يعني شئنا أم أبينا هذا هذه الموضوع العادة موجودة يعني. موجود، أو مستحيل يكون طفل طبيعي ما يمارسها. ما مارس. أي، فإحنا نكون حذرين the way we tackle it وياه، إنه ما نقول إنه حرام ولا حلال، نعطيهم المضار من ضعف نظر، تحندب الظهر، فقدان اللذة بعدين في الزواج، التلصص على أجسام الآخرين في الأفلام البورن اللي يشوفونها، يعني كأن سرقة. هم نوع من الحياة الخاص، لأن يوتال يبون يتزوجون ما يقدرون يندمجون مع الزوجة أو مع الزوج، لأن في حياة خاصة دائما في الظلام. فنكون احنا لو جاتنا الجرأة ان احنا نتكلم وياهم قبل ان يتكلم الآخرين، ممكن يعني قبل ان يتعلم من المدرسة او من اصدقائه، نكون احنا كوالدين عندنا القدرة ونقعد نتكلم مع اولادنا بطريقة مفتوحة، كوننا في دولة أجنبية. طيب الأخت مريم عاوزة تتكلم عن موضوع التوحد، ليش تغير الموضوع؟ كل شيء، لأن حتى المتوحد يمارس العادة السرية، وبعد نفس الشيء بعد
الثقافة الجنسية يخصه، فهو بعد هني لازم نعلمه أنه هو نبعد عن حرام وحلال، والله بيحرقك ونار جهنم وتنتظرك. ضعف النظر لأن أمراض تنقل، يتحندب بالظهر، فقدان الشهية، الاكتئاب، لأنها ما مكتملة، طبيعة غير طبيعية، فإلى آخره. فهذا الطفل بعد، لأن الطفل التوحدي يلجأ إليه لأنه دائما في عالمه الخاص، مثل مش عيب الكلام في هاي الأشياء، بالعكس نثقف نفسنا نتشرف. هاي أنت نشوان؟ لا هذه نشوة. نشوة تشرف والله، نعم عقلية. نتثقف لأن إحنا مسؤولين، هذه أمانة أبينا أن يحمل صحيح وحملها. فإحنا طالما أن إحنا عندنا هاي الأمانة يجب أن we look after it. نرجع إلى موضوع التوحد كذلك نشوان، أن بعض الأولياء الأمور يستحي يعتذر عن غلطته، فكيف أنا بعلم الطفل إن أنت إذا غلطت اعتذر؟ وفي بعضهم إذا اعتذر الطفل ما يقبل اعتذاره، يذل ذل، هاي بعد حرام. فعلا نعم نعلم الطفل شكرا ويكون آسف، أنا إن أنا أقول أنا بعد آسفة، أنا غلطت في حقك، إن شو اسمه، علشان setting example دروس. طيب حتى ما يكونش حتى بحواجز في المستقبل بينك وبين الطفل يخبي عنك، بحيث انه انت تنزل لمستوى الطفل الصغير هذا اللي حتى اللي في عنده توحد، يخليك انت كصاحب له، يعني اذا في عندك مشكله، في عنده مشكله او حاجه يتكلم معاك، لانه اوريدي انت عملت باب مفتوح بينك وبينه، ما سكرت الباب عليه. لما نكون بعد أصحابهم ترى يا نشوان، ما مشاكلنا نسمع منهم، نقرب منهم، من كلهم، من غير انتقاد، من غير لوم، من غير كلمة قلت لك ما صدقتني، كله منك. هذه الكلمتين تقصف الثقة بين الأطفال وأولياء أمورهم. في نفس الوقت ما نحملهم فوق طاقتهم، ما نشرح لهم مشاكلنا، ممكن ببساطة أنا ايش فيك اليوم؟ والله انا عندي مشاكل في الشغل، ما اقدر اقول لك، بس ما اقعد احمله مشكلتي واخليه يشوفني وانا اتخانق ويا ابوه ويصير له هو وياخذ صف ضد ابوه. ترى العلاقه لما تصير بين الام والاب والولد الاتاتشمنت وايد قويه، وتصير يتعلق الولد بامه اكثر من اللزوم، هذا اللي يخليه يكره عالم الرجوله والحب عالم الأنوثة الأنوثة أكثر. والنساء نعم أي لما تيجي الأم صورتها مهزوزة قدام أولادها، لين يا أبوك بخليه يأدبك، وين هيبتك؟ وين شخصيتك؟ ليش ما تكونين قريبة؟ يحسبون لك حساب ويحسبون حساب لأبوهم، فالبنت تتحول إلى بويا اللي احنا نسميها توم بوي بعدها. ترى في السلوك بعض الأمهات ما تخلي لها هيبة، ما تخلي لها احترام عندها عند اليهال. يعني لما تكلمني تقول الخاص دكتورة جزاك الله ألف خير، كلمي يعني يحمون من التحرش الجنسي، أستحي. بالله موضوع مثل هذا أنا أتكلم كدكتورة، وإنتي علاقتك بأولادك ما تسمح إنك تقولين لجسمك مؤمن عن باطن أحد يلمسه، عرفت قصدي؟ هذه نعم قناة القنوات الاتصال مقطوعة، قنوات هنا أول هنا من الروضة يعلموا الأطفال، يعني حتى المدرسة أو عمر هم سنتين يعلموهم، حد يقرب من جنبك يلمس مناطقك الحساسة أو يقرب منك، أو حتى التغيير. حتى أنا زوجتي كان أطفال الصغار مثلا الروضة كانت قريبة من البيت، ايه فأوقات يعني مثلا يعملوا نمبر 2 تمام، ما زوجتي ما تبدل لهمش، انا حاجه حبدل لهم بنفسي، ممتاز. لان بس الروضه كانت قريبه مني علشان ما يكونش في تلامس بين المدرسين، ما تضمنش هذه زوجتك وسواس وسواس مش وسواس، لكن البيئه صارت صعبه شويه للاسف يعني. في بعض الأحيان. يعني أنا في روضة أتذكر من الروضات، إحنا طبعا دائما كنا نحس، أنا كنت أحسهم هناك في البحرين كنت وايد ناشطة في الموضوع، كنت دائما أحسهم إن يعلمون أولادهم من عمر السنتين إن في لمسة حلوة ولمسة غير حلوة. عرب ولا أجانب؟
لا بحرين، بحرينيين. بحرين، اوكي. اي فاقول لهم لا تجبرونهم يسلمون على شخص مو مرتاحين له من عمر السنتين. ما نعلم الطفل يقعد في حضن احد. شخصية الام بما انها قريبة جدا من اولادها لازم تكون مفتوحة ان هي تبلغ المسج قبل ان يبلغ الاخرين. يعني مثل ما قلنا الثقافة الجنسية، الموضوع التحرش الجنسي، حماية أنفسهم من التحرش الجنسي، إن ما يقعد في حضن أي أحد سواء غريب أو قريب أو خال أو عم. أنتبه إلى أخواني إذا كانوا يفضلون طفل، مثلا خال أو عم يفضل طفل يطلع فيه ويخلي الباقين لا يأخذهم كلهم. ممنوع منعا باتا يدخلون مع بعض تحت البلانكت حماية. هذه كلها الوقاية خير من العلاج 100%. فلما يصير تالي التحرش وخلاص وقعت الفاس بالراس، ما اتنازل ابدا عن حق الطفل قانونيا، ولا اتنازل عن علاجه نفسيا واجتماعيا قبل ان ابكي دم بعدين بادمانه. هذا من نوع يا شباب من التوعية طبعا. ما يزعل، اعتقد كلنا عندنا أطفال ونخاف عليهم يعني، وهذه حاجات احنا نتكلم مع الأطفال. أنا عن نفسي أتكلم مع أولادي بالطريقة هذه يعني، خاصة هم صغار. الحين الكبير سيف ما شاء الله عمره 16 سنة، صار أوريدي واعي، وحسام 14 سنة واعي لؤي، وهو عمره 10 سنوات. صدقوا إنه أوقات يفهم أكثر مني الحاجات، مش أنا. ما شاء الله. ما شاء الله عليه. هذا هو فيه أوتزم. اي كان في كيس عندي في البحرين. انا فضولية، سوري، لما تيجي حق حماية الطفل يعني، لان كنت انا اللي اتابع في البحرين الله يخليك يا شباب. قضية التحرش الجنسي اكثر واحدة تقريبا. يعني اي شيء يصير قضية ما تشوف الا شريفة سوار، شريفة سوار، اعطوها شريفة سوار كذي. ما الحمد شاء لله الله، اوكي، حلو ما شاء الله، يعني صار لك يعني اسم في اوكي. جماهيرية. في مرة من المرات كنت معزومة عند واحدة من صديقاتي على الغداء، فلقيت الأطفال في البيت اللي جنب بيتها ينبني ما زال في أساساته. كان عندها في طفل عمره 3 سنوات مع أخته أبو 5 سنوات، شيء من هذا القبيل، قاعدين يلعبون مع العمال الأجانب هناك. فدخلت وضربت الباب عليها، قلت لها بالله اغتصبت وقتلت ودفنت الحوش في الأساسات المبنية. شو قالت؟ والله غلط، ومش صغيرة، عمرها 33 سنة، جايبت لي 7. اوف، ما شاء الله. وفي المنطقة اللي كنت ساكنة فيها بعد كان في طفل، كل مرة أنا لأن طباخة جدا 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 فاشلة يعني، شلون عايشة على الله وعلى الطلبات وعلى الهاي. فأمر عند مطعم معين آخذ غداي كل يوم وأنا راجعة من شغلي في ضيف نفس، المحرق، لا لا لا، في كانت منطقة اسمها ظهر مدينة حماة. اوكي ما شاء الله. فأمر آخذ غداي في البرادة اللي يمنا، كان يجي طفل حافي نص نيكد لابس يعني أشياء بسيطة، كل يوم ياخذ روب وسفن أب للغداء، لغدا البيت كله من البقالة. من البقالة. فجيت أنا وفي يوم من الأيام قلت له تعالى أوصلك بالسيارة، طقيت الباب على أمه وقلت لها بالله هذا متى تخلص ليستة وتسافرينه؟ شغال خدام عندكم؟ ما هي عمره 6 7 سنوات وحافي، لا تقول لا هو يحب يروح. قلت لها ايه، ودش البراده ويتحرشون فيه بعدين مثلا، وتين تصيحين تالي ودوا له شريفه سوار تم يا اغتصابه. لانه اغلب العمال عزابيه هناك في الدول الخليج يعني، فصعب انه عائلته عنده وكذا. ف فانا يصير اعلم طفل اذا بيدخل براده او سوبر ماركت لازم مصاحب طفل اخر في يد، وما يدخلون البراده وينفعل. هذا، والطفل عفوا دكتوره، هذا والطفل هو طفل يعني عادي ما في اي مشكله، فما بالك لو كان طفل متوحد؟ كيف الطفل متوحد حيشرح انه صار له اعتداء جنسي؟ هرجع لموضوع التوحد مرة ثانية، يعني كيف؟ ما راح يشرح لأنه عبالة هاي الأمور الطبيعية اللي تصير. فبما أنه هو متوحد وما عنده قدرة على أنه يفتح ولا يفتح conversations، ما راح يقول لكم أنه تم التحرش فيني. عبالة عادي، ومع الأيام يمكن يتعود عليه، ومع الأيام بعدين بيتحول لنا إلى جي.
نعم للأسف، الله يعيننا ويعيننا ويعيننا من هذه الحياة فعلا. والله أنا شو بالنسبة إلى الهوم وورك، واجبات، مين قال إن أنا لازم أقعد على راسه وأصرخ وأضرب عشان أساعده يحل الواجب ويتعلم؟ فما بالك التوحدي يبي له صبر، هو يحل واجباته ما حل ولا أكرهه في الدراسة. لازم يكون حل ما بين البينين، لا تكن لينا فتعصر ولا تكن يابسا فتكسر. هذه نقطة مهمة جدا يا دكتورة. يعني أنا مع لؤي أعاني صراحة، يعني إيه. وزوجتي تعاني معاه خاصة في موضوع التعليم، لأنه عنده كمان عنده في عسر في التعلم، إيه. وعنده كمان نص هو زي ما تقول لؤي مقسوم نصين، إيه. الجزء الأيمن أضعف من الجزء الأيسر. حتى الأحذية أعزكم الله، لما راح أشتري له أحذية مقاسات مختلفة، يعني هذا مقاس غير هذا مقاس غير، يعني حاول قدر الامكان انه اشتري حذاء كبير بحيث انه يوسع الاثنين مع بعض. إيه. 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 عنده مشكله في الجزء الايمن من جسمه، وعنده مشكله في التعلم، لما تشوفيه تقعدي معاه ولا كانه في شيء، حيضحك حينكت وسريع المعشر بطريقه مش طبيعيه. يمكن لو في شجره، حيقعد بعد شوي معاه، حيصاحبها يعني، حتكون اصدقاء مع شجره، ما عنده مشكله فيها. سبحان الله ما شاء الله عليه. بس عنده هذه مشكلة التعلم، ومش يعني لازم كل 5 دقائق تعلم شيء، بعدين لازم ياخذ راحة، لانه عانينا في المدرسة اللي هو كان فيها. ديسلكسيك هو؟ ايوه عانينا في المدرسة اللي كان فيها، كان لما يقعد شوي، هم طبعا هم ما كانوا يعرفوا انه يحسبوا عادي، احنا حاولنا نقول انه عنده مشكلة، بس يقولوا ما في شيء، يعني الولد ما عنده شيء اصلا، هم يقولوا كذا. لكن بعدين عملنا فحوصات طبية وجبنا طلعنا له دعم، بس ومع ذلك حصل صعوبة. إذا في أصوات كثيرة حواليه، صوت ميوزك عالي، عنده أطفال كثير عنده يعملوا أصوات، فيفقد تركيزه، هو يبدأ يعصب. اي بهذا الموضوع يعني هما، لانه صعب طالعه من تشوفها من وجهه، مو متلازمه داون، فمن تشوفها لا تقولي هذا داون. المتوحد ما يبين عليه الاثار. بس أيوه انا سالت ديسلكسيا، قلت لي ديسلكسيك هو؟ قلت لي اي. ف شنو الديسلكسيا للجماعه؟ الديسلكسيا هي العين سليمه مثل عيني كذي عادي، بس اشوف الحروف مقلوبه، اوكي يعني حرف الدي يشوفه بي يكتبه عكس الاتجاه، حرف الكاف اوقات الالوان كمان. وبعض الألوان. فهذا اللي احنا نسميه الديسلكسيا، وليهم نظارات مخصصة علشان يشوف الحروف عدل. اوكي الديسلكسيا عين سليمة ما فيها ولا شيء، ما في بس ولا التوصيل الصورة الدماغ توصل صورة الحرف مقلوبة. حتى انا عملت الاختبار عندي بالسياره، لاحظت انه اذا رفعت صوت الموسيقى عالي يعني بسرعه، يبدا هو يبدا يعصب، يضايق من الصوت. ايوه يضايق من الصوت العالي. فقلت طيب اي خلينا انا وانت نقعد شويه نعمل امتحان انا وانت. عملتها بطريقه انه احنا جالسين نلعب، فقلت يلا انا حرفع الصوت شويه وشوف انت، قل لي متى حتبدا تنزعج. قال لي اوكي، طيب فرفعت شويه الصوت. شلون عرفت اخواني طيب في البيت والازعاج؟ طبعا لما في البيت عادي، طبعا اغلب الاوقات معهم تلفونات، كل واحد تلفون، لانه في فرق شاسع بينه وبين الاخوان الكبار، فهم في وادي وهو في وادي اخر يعني. لكن لما نجتمع احنا مثلا في الاعياد مع العائله، احنا عائلتنا كبيره، بني جعفر هنا في ليفربول مسيطرين، فاوقات نحجز السنتر بحيث انه ما شاء الله معانا يمكن في 50 طفل وطفله يعني الحاله بس. فاذا اجتمعوا مع بعض هذا لازم اكون براقب 40 ساعه، لانه مع ما يتمازحون و يكون شويه هو، لانه هو شويه جسمه ضعيف اضعف عن الثانيين، فيزعل بسرعه فيبدا يتخانق، إيه. خاصه مع الاصوات الكثيره وكلهم اطفال كثير، فيبدا يعصب بشكل مش طبيعي. فلازم احنا نقول نفارع يعني، نبعد بينهم بسرعه قبل ما تستوي مشاكل. هني نشوى قاعدة تقول أنا أتضايق من الصوت العالي، مو معناته إن أنتي أوتستك، سوري يا نشوى ما هذا اللقب، سوري. تتضايقين من الصوت العالي معناته عندك وايد ضغوطات، ولازم تخلينا نفضي لك العقل الباطن، لأن العقل مثل الكاس ويفيض، نوصل إلى مرحلة إن إحنا خلاص طاقة التحمل.
ما عندنا زيادة يعني. بس يا دكتورة لما عملت التجربة مع لؤي، شكرا جزيلا. العفو يا دكتورة، العفو. واهلا فيكي، اهلا فيكي ومرحبا في اي وقت. لما بديت ارفع الصوت على شوية شوية تدريجي، اي ارفع شوية مثلا 20%، ها يا لؤي كويس. ارفعه 40%، ها يا لؤي اوكي. ارفعه على تدريج، لما كملته كامل الصوت صار عالي اعلى درجة وهو كويس ما في شيء. فاكتشفت انه اذا اجى على رفعته على طول يبدا اي عنده المشكله، لكن لما ابدا تدريجيا على شوي 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 يتحملها هو. اي اوكي، يعني ان المرحلة الانتقالية التدريجية اوكي، ولكن اذا فاجأت المفاجاه تكون مشكله. نعم في بعض الاحيان حتى احنا الناس العاديين اللي مو اوتستيك، انا يعني مثلا احط في السيارة موسيقى واقعد اسمع اغاني اللي انا ابيها وبصوت عالي، تحس انه لو فتحت الباب الموسيقى تتكتت، بس انا الاغاني اللي احبها ما عندي مانع، ولكن لما اركب في سياره احد ويشغلون لي بصوت عالي الاغاني اللي هم يحبونها وانا مو عاجبتني، انا بعد اتضايق. نعم ان الرذم لما تك مريح للاعصاب، فهذه ميزه الموسيقى. فاذا الموسيقى وصلت الى مرحله ان هي تنرفز طيب، نشوى تقول لك اريد اعمل جلسات عندك عشان افضفض يا دكتوره. على هالخشم، رقمي موجود في اذا ما عندك رقم الدكتوره انا برسل لك اياه، انا شو مش مشكله، بس تقولي على الخاص قولي لي وانا حرسل لك اياه ان شاء الله ولا يهمك. شباب، حد عنده سؤال للدكتوره؟ طبعا ما شاء الله الدكتوره، الموضوع كبير اصلا هو يا جماعه، فصعب ان الدكتوره تشرح لكم. أي. يعني هي 30 سنة من 85 قاعدة تدرس المواضيع هذه، فصعب انها تجي لك في ساعة وتشرح لكم كل المواضيع هذه، يعني صعب. حياك انت، كل اجيكي على لندن، ليش انت في وين يا نشوى؟ هي في شفيلد. افا تذكره ما يبي لها شي، تعالي حلال اي وقت، قولي لي اي وقت وانا الاقيك. الله يخليك من طيبك يا نشوى، ما شاء الله عليك. والله اللهجة البحرينية حالية والله. الله يوي احمر. والله اللهجة على فكرة يا دكتورة، أنا من محبين الفنان، قد يستغربوا في ناس يمكن ما يعرفوه، والله يمكن حتى أنت ما تعرفيه، في فنان بحريني مات وتوفى، يوسفوني لا اسمه علي بحر. الله يرحمه، أحد ما يعرف علي بحر يا ما اعتقدش انه انا اللي عشت في الامارات فتره، فشباب راس الخيمه كانوا اصدقائي كثير من راس الخيمه، إيه. يموتوا حببوني فيه. إيه. أخو الفنان المرحوم بعد إبراهيم بحر، إبراهيم كان ممثل ممتاز. اخوه والله مش عارف اذا عنده اخ إيه. كان من أعز أصدقائي أخوه، الله والله. يرحمه. ابراهيم بحر اسمه. زورني في العيادة زيارة خاصة، تالي كله يقول لي اللي تشوفني عندك يقول لنا أنا تعالج يا دكتورة، أقول له والله شبهة. يعني ما عيادتي. ما شاء الله ما شاء الله. والله انا فاللهجه البحرينيه انا مش غريبه علي، انا على اذني، وعندي اصدقاء كانوا لما كنا في، انا كنت شغال في مطار دبي، فكانوا عمال واصدقائي بحرينيين كنا نشتغل مع بعض. اللهجه اموت فيها اموت فيها. ايوه اليمنية انا يمني. يعني في اليمن، في البحرين وايد ما شاء الله وايد، حتى هني هو عندي اليمنيين احنا منتشرين في كل مكان، خاصة مع الحرب الأخيرة هذه انتشرنا زيادة. الله يفك الأزمة إن شاء الله يا رب. الله كريم، لو إن ما مش باينة حتفتح قريب، لكن إن شاء الله خير، ربك ييسرها إن شاء الله. أين غمضت عين وانتفاضتها يغير الله من حال إلى سبحان إلى حال، سبحان الله. صح. الدال ينطقوه بقوة. منو هاي؟ إحنا هذه ولا نشوة تقول الدال في البحرين ينطقوها يمطوه شوية. والله شوفي هي لهجات، تبين اكلمك مثل امي ولا تبين اكلمك ليش البحرين فيها كمان لهجات؟ انا البحرين الصغيرة فكمان فيها لهجات اكثر. تبي محرجي، تبي رفاعي، تبي نامي، تبي اها اي ما شاء الله، انا فكرت لانه البحرين صغيرة فقلت يمكن هي لهجة واحدة، يمكن لهجتين ما بتكونش كثيرة يعني. اشرك كل معنى اللي ما محرج كذا اشا يطول يمد الكلام الكلمة كذا. يوزعنا المحرج ترى. ايوه والله والله طيبين، والله البحرينيين والله كانوا والله اصدقائي، هم الكويتيين البحرينيين والعمانيين، هذا كانوا صراحة يعني اطيب اهل الخليج مع احترام الجميع طبعا.
لا هو شعب البحرين في ميزة إن شعب بحر، شعب البحر دائما يكون طري. فعلا والله. لاحظت على فكرة الشعوب اللي عايشة على السواحل، إيه لأنها تختلط بحضارات بمدن أخرى غير الشعوب اللي عايشة في الداخل. لا بعد في آية، استغفر الله ما أبي أخربط، بما معنى أسأل القرى التي حاضرة البحر، شيء كذي بما معنى. دائما مع البحر دائما سوفت، أكثر أخف من أهل الصحراء والجفاف يعني. يعني لانه بيئتهم قاسيه، يمكن تكون اقصى شويه في الداخل، يعني في الصحراء والجبال وكذا، فاعتقد البيئه تكون قاسيه. في واحد دائما اعتقد يسال: انت يمني؟ ايوه انا يمني، انت من وين؟ قلوبهم طيبة، تسلمين اي يا والله انا شاهد عليهم صراحه، يعني مش انه نعرف الدكتوره او يعني ايام الدكتوره، لا انا عشت معاهم اصلا واعرف. الله، كلنا إخوان وعيال عم. اي والله دكتوره، طالعين من شبه الجزيرة ولا لا؟ فكلنا إخوان وعيال عم، وكل كلنا من آدم وآدم من تراب. نيدو. من فيكم ما رضع من نيدو؟ لا احنا النيدو جاء بعدي انا شوية، احنا رضعنا على ايامنا كان في دوتش ليدي أها، وكليم ودانو وكارنيشن. كورنيشن، لا هذا جاء بعدين. لا ايام الانجليز كان بعدين انعدم معانا، في لانه انا عشت في الجنوب، في جنوب اليمن. أصلنا نشرب، أصلنا نخاف من الرينبو. اي والله اي والله، انت ابن عمي يا نشوان. الله يحفظكم إن شاء الله. إيه، نرجع إلى المهارات. بعد ترى التوحدي ما عنده قدرة على أنه هو يقبل عذرك لو أخطأت في شيء، لأنه ما يحط نفسه مكانك، ما عنده قدرة على تصور أن أنت أخطأت، يذلك بهذا الموضوع. هل ينسى؟ ينسى هو يعني، ينسى حتى يمكن بعد فترة ينسى؟ نعم. وكيف نعالج الموضوع هذا طيب؟ فحاول بالرشوة، رشوة نرشيه آيس كريم نجيب له أي حاجة كلا إيه؟ انسى. ما في؟ يذكر عقب 20 سنة، تتذكر ذيك السنة لما بس ما يتذكرني بعدين جبت له آيس كريم واعتذرت له يعني، لا. صدقني ذكره، بيذكرك. فهو لأنه مو علشان أنه هو قلبه قاسي ولا قلبه أسود ولا شيء يا نشوان، ولكن ما عنده قدرة على أنه هو يكون compassionate، أنه هو يصور نفسه مكانك أو يحط نفسه مكانك أو يتقبل أعذار أو حتى لأن أنا أنت سويت إيه، بس أنا سويت لأن هذا ما تمشي. But we have to be very careful and sensitive لما نكون مايع على صوتنا عليه، ما نضرب، ما نمد ايدنا، ما نخوفه يعني، لا هيك، ولا نخليه يدمن على الالعاب الفيديو والالعاب التليفون. هذه صعبة، هذه كيف واحد يمنعهم من التلفونات؟ هذه المشكلة. لازم تقطه برا في الحدائق، اشتر له بيت. في الصيف، في الصيف هذه ممكن والله، أنا حاولت والله موضوع البت هذا مشكلة. أنا والمدام اي تقول لي بدك تجيب بت، أنت تطلع من هنا والبت يدخل عادي، لكن أنت مع بعض ما ممنوع. في واحد من الاوتستيك كان يقول لي مو انا سبيشال، اي اقول له اوكي مراهق طيب، واموري لازم تكون كلها سبيشال، يا ريت تقولين حق امي تجيب لي بيت سنيك. اوف، زي ما قال عقرب. اي حيه ثعبان، ثعبان تتخيل يعني، ونص الليل طالع، ولا الثعب وانت جاي كذي، ولا الثعبان طالع في عيني. طالعك والله. ايه تخيل يعني، نلعب، قاعدين نلعب مع ثعابين يعني. انا صراحه انا كان عندي بيت ايه زمان وانا طفل صغير، قعد معي يمكن كم من شهر، ومنو جاب لي اياه؟ في تقريبا 82، انا طفل صغير لسه، ابو زوجتي جاب لي اياه الزين، هنا في وبعد بريطانيا، جاب لي ارنب. اللي بنته اللي مأذيتك. ايوه جاب لي ارنب، تمام. فلما رجعت اليمن خليت الارنب هنا، والله حزين عليه الى الان. أوه. لا أتخيل تقول لك نشوة تجيني جلطة، أي تجي ما تلحقين تجي جلطة من زمان. والله انا اقول شو اسمه، خاصه للؤي، لؤي يحب الكلاب، هو اختها عندها ابن، عنده كلب، معاهم كلب صغير، حتى عندهم هنا في جو على فكره يعملوا مسابقات في الاكو، في جريده اسمها الاكو، اختاروا افضل كلب في ليفربول، يعني انا مش عارف كيف يعني، الناس يصوتوا له كذا. فدائما لو يروح هناك ينام ويقعد مع الكلب 40 ساعه يعني. قول لها انه هو علاج. ام لؤي ترى البت علاج لولدك،
طيب قلنا لها اذا مش كلب نجيب قطه، نجيب اي حاجه، نجيب ارنب، نجيب اي شيء، ما مش راضيه. طيط الكلب علاج لولدك يا لو. يلا يا اصلا. ام سيف. اها فار والله كثروا ماي يا جماعة، كثروا ماي. اي والله، موضوع الفار هذا ليش تقول جيب له فار؟ أجيب والله له جيب له فار. في عندهم هذا في فئران معينة مختلفة، في أنواع، حتى بالله تقول لك صلى على النبي، صلى على النبي. صلي على النبي. أنا مرة أخي متزوج إنجليزية، عنده ولدين عامر وحمزة، فاشترط لهم أرانب، وعندهم قطة الآن، بس قبل القطة كان معهم مش فار، مش عارف شو يسموه، جابت لي اسم كذا غريب، هو حمس. شكله زي الفار بس لونه بني على أبيض على أسود كذا ملون. اها فسبحان الله، علشان عنده قفص خاص فيه، وعنده قفص زي الكورة ايه تحطه في الكورة، فهو تحط وتحطه بعدين فيها فتحات كذا، وهو بعدين يقعد يتمشى في المطبخ وهو داخل الكورة. اها هامستر، هذا الهامستر مو الهامستر. هذا هو الهامستر. طيب أنا دخلت البيت أسلم عليهم كذا، ففجأة شفت الكورة أنا مش عارف موضوع الكورة هذا لسه، أشوف فجأة الكورة جايت لي من تحت طاولة المطبخ، وصلت لعندي وأنا أشوتها شوتة. شوتها شوتة، لأنه أنا فكرت واحد من أولاد أخي تحت الطاولة رماها لي ولا حاجة، أنا شوتها شوتة يعني. طارت الكرة، ضربت في الجدران في المطبخ شوية، لو زوجة أخي إنجليزية هي تصيح بالصوت لشوان. أنا قلت مالك، شوفي واتس جوين اون، يو كريزي، ايش فيه؟ قاتل الهامستر داخل، مسكت الكورة، تشوف الرجل حي، ايش في داخلها هذه؟ قاتل الهامستر، وشو اللي دخل الهامستر داخل اصلا؟ لا انا ربيت مع القطط من ايام واحنا صغار، لان تعرف القطط يكونون قطط الشوارع، تختار لبيوت معينه وتقعد نعم تولد. وتوال اوكي. في حته البيت هو يمكن حملت 30 مره، يعني ما شاء الله يعني يابت الدنيا كلها مثل ما ما شاء بي. الله. اي فتربينا على البيتس موجودين عندنا في البيت. نعم، خاصة بالبيوت العربية الشعبية هذه، اللي فيها الحوش والحاجات هذه. أيوة هذا هو، فنبي نعلم الطفل انه هو شلون يكون التوحدي، كيف انه يكون بعد شويه كومباشنت، انه هو يبتدي يحرك مشاعره ويتحرك عواطفه تجاه الاخرين. فلازم تجيب له بت، لانه هو البت كفيل. البت يعني نشرح للجماعه انه هو حيوان أليف. حيوان اليف في البيت، بس نعقل شويه لا نجيب هامستر ولا شكلك تخافي من الفيران يا دكتورة. كبدي ولا الصراصير. أو لا لا، الصراصير لا، شيء ثاني لا. ولا لوزغة، أعوذ بالله. أو الوزغة، أو تسموها وزغة كمان، إحنا نسميها وزغة. هذه المصري يسموها إيش؟ البرص؟ البرص السحلية. أيوه قبل السابقة اللي عندي كانت العمارة اللي فيها بركة السباحة فوق السطح. في البحرين. إيه فالأجانب قدمنا حق القاعدة الأمريكية يجون يتشمسون، يصيرون تان فوق في الصبح. الشمس في جولاي. بس ما لأن لو تشوفه شلون منبطح وعروقه طالعة تحس هو. هو البرص نفس الشيء. نعم فأقول ليش قاعد تسوي أنت يعني؟ يقول لي عشان أصير تان، أنت شايفة في عم الحلال أنا البرشة. انا دائما الانجليز لما يجوا عند المحل اتكلم، اشوف مثلا رايحه جايه من المحل الثاني هذا تبع التان انا ايه اسميه الثلاجات، السخانات هذه، السندويش اللي تسكري عليها كذا، اقول لهم شوفوا هذا اللون، اللون الملكي هذا، مش حتحصلوه، ما في منه. اسميه بس الرويالتي كولا، يو نو فايند اني واي. اقول له انا هاي بركة السباحة خاطري يصير كريم فيها علشان نحن نصير بيض مثلكم. بس بصراحة وزغلة طبعا. لا أكيد لا أكيد لا. طيب يا شباب، حد عنده سؤال عن موضوع التوحد مع الأطفال؟ حد عنده مثلا قريبه متوحد، عنده عاوز استشارة من الدكتورة ما دام موجودة نستفيد منها؟ اللي بيعرف يجاوبه بعطيه جلسة مجانية. ها يلا يا شباب، أول شيء لحظة 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 لحظة، لا تسأل السؤال، خلينا نوصل لعشرة مشتركين يا شباب. اعملوا اول شيء لايكات عشان ينتشر البث، واعملوا لها شير للشباب اللي انتم او الاشخاص اللي ممكن يقول لنا. السلسبيل وين راحت؟ كانت قبل شويه هنا، تحسس منها لما يكبر شويه. اوكي، بيكون سؤال وعليه جائزه من الدكتور يا شباب. يلا يلا
نشوة تبدأ في اللايكات، وزيدوا المتابعين ل 10 عشان تسأل السؤال والجواب. يلا انا بعد حطيت لايك. أيوة، ايه يعني هذيك المرة وصلنا 20، يا 20 ألف يا شباب، وإحنا الحين وصلنا 1000، مش معقول. الحمد لله كسلانين كسلانين والله. الحمد لله، نعمة خير وبركة. الحمد لله والشكر. ها أسأل. لا لسه لسه يا دكتورة، خليها لسه لسه لسه. خلينا بقى كمان أعمل شير ممتاز. ليلى نشوف بنت الملوك راحت كيان. روز قالت والله عاوزة تتكلم معاكي، بس أعمل لها الشير من أول. مش عارف وينها روز. سلسبيل رجعت. سلسبيل وينك يا سلسبيل؟ لا تطلعين الشيخة. خليك يا سلسبيل علشان في سؤال حنسأله، في له جائزة يا سلسبيل. الجائز لسه موجودة سلسبيل. جلس. كيان لسه. يا هلا فيك والله يا سلسبيل، حلو اسمك. ايش يعني سلسبيل يا سلسبيل؟ يلا هاتوا لنا الاسامي، اشرحوا لنا اسامي، معنى اساميكم. اي والله قولي لنا يا سلسبيل ايش معنات اسمك. عين في الجنة. اوكي اورايت. عين ماي في الجنة، عين ما في الجنة. اوكي، انت بعد ترى جعفر. نهر في الجنة نهر في الجنة اسمه جعفر، ما اعرف، انا اول مرة اعرفه. نهر اللبن احتمال. يا اوكي، نهر لا لا الخضر نعرفه. جعفر هو فعلا نوع من الانهار يعني، او في اسم الجنة. نهر، اسم النهر او نعم جدول او حاجة زي كذا، اسمه يسموه جعفر. عندي عم وعندي خال الله يرحمهم توفوا اسمهم جعفر، آه ما فكان شاء الله. الله يرحمه لأنه من متعمق في الموضوع كان يقول إنه هو نهر في الجنة. يلا إذا كان نهر اللبن بتلاقيني قاعدة هناك اوكي، ان شاء الله يا رب وياكم، ان شاء الله مستمعين. إن شاء الله. المهم سؤال يقول كيف نوصل التوحدي الطفل التوحدي على إنه هو يحول أي شيء نيجاتيف إلى بوزيتيف؟ انا يمكن اعرف الجواب ولكن حخلي الشباب يابو. يلا إيه. وعيد السؤال مرة ثانية دكتورة لو سمحتي. كيف ممكن المتوحد إن لأنه وايد نيجاتيف، كل شيء عنده سلبي في الدنيا، لا شيء ضحكة لا شيء ونسة ولا شيء همة ولا شيء يفتكر. يا بخته، أحلى ما فيه إن اللي تضمن إن هي تتزوجه ما يخون لأن مرة واحدة. طيب كيف أساعده على إنه هو ينظر إلى الأمور سلبية بإيجابية؟ بإيجابية؟ إيه نعم طيب نتكلم معاه، كيف يعني قصدك نتكلم معاه؟ مع هذا الطفل العادي اللي يفهمنا. اوكي، لأنه في واحد جاب السؤال. بس ايش اسمك يا طيب علشان، او يا طيبة علشان نعرف نرد عليك، نكون له قدوة ونعلمه كيف يتعامل. اوكي يا مريم، انت موجودة معاه من البداية، الجواب هذا جابته الدكتورة اول. انت جاوبتي عليه الدكتورة في كلامك صح؟ على سؤالي نعم. كيف ان انا اعلمه ان انا الامور السلبيه ان الدنيا ترى ما فيها الا كل شيء ايجابي. ليش طلعتي يا مريم؟ ليش يا مريم؟ حتى ليش بقات مريم طلعت؟ قلنا يمكن زعلت ولا حاجة. احتمال جاتها مكالمه مسكينه، لا نظلمها. ها اللي نتركها لهم يا نشوان ويجاوبون. طفى التليفون يا حرام. اوكي اوكي. زين، فبنتركها لكم ويجاوبون فكروا فيه. إجابة إلى نشوان، وأنا بختارها وبحدد لكم موعد للجائزة اللي هي يا جلسة، كيان. يا أما تختارين جلسة علاج نفضي فيها العقل الباطن، يا التحكم في الضغوطات، يا طيب الدكتورة سألت سؤال للي ما كانوا موجودين، أنت كمان يا كيان طلعتي، مش مشكلة. الدكتورة سألت سؤال وعليه جائزة. أوكي صح، أنت كيان طلع. ليش ما ذكرتني كيان المرة السابقة يا دكتورة؟ كيان اجت في اخر دقائق او اجت وانت مش موجوده، فتكلمتني قالت كيف ممكن اتغلب على موضوع التأتأة، هي عندها تأتأة في الكلام. هي التأتأة يعتمد على كم عمرها. يلا افضحي نفسك الان. يلا يا كيان، بعد كيان اسم حلو.
اي هذه يبي لها جلسات خاصة، ما نقدر نناقشها هاي لان فيها اسرار بيوت، فاذا بتتكلمين عن اسرارك فتعالي لي في الخاص 27. 27. طيب السؤال اللي سألته الدكتورة، اي كيف ممكن نكلم كيف نجي على الطفل اللي عنده أوتيزم أو توحد، من نغيره من الحالة السلبية إلى الحالة الإيجابية؟ إيجابية، إنه ينظر إلى الأمور بإيجابية، شوفوا إيجابية. طيب نشوى قالت نكون إحنا معه إيجابيين، معه أيضا نكون معه إيجابيين. إجابة، نبي توضيح، نبي أربع خمس. أها إنزين خلي يكتبونا لك إياها في الخاص، وأنت شوف شنو هاي وحول لي إياها. أوكي ما فيش أي مشكلة. كيان، إذا أنت عاوز تتكلمي مع الدكتورة على هذا الموضوع ممكن. طيب الدكتور أعطينا رتوش خفيفة ممكن. بعده بتكون الجائزة جلسة ترى لا لا ساعة. لا، على موضوع التأتأة عفوا. أي التاتا، تاتا ما أقدر أقول لها لأن هي فيها خلفية موضوع صار لها صدمة في طفولتها، مو معقول إن إحنا نناقش حياتها الخاصة. اوكي، فهمت. سمعت يا كيان، اضيفيها من حسابها يا دكتورة شريفة، أيوة أو ممكن تضيفيها أو موبايلي لأنه كيان موجودة في السعودية. كيان عيل، انزل نزل لهم الرقم يا هي قالت حضيفك عندها في حسابك في التيك توك. طيب الحين خلينا نرجع الى الطفل التوحدي، كيف اقول له ان انا اذا انت احتاج مساعده اطلبها؟ هذه احنا رجعنا الى موضوعنا ان احنا نساعد الطفل على انه هو يتكلم، لان الاجابه اللي السؤال اللي طرحناه انه يحول الموضوع من سلبيه الى ايجابيه، هذه طرشوا الاجابات الى سوري طرشوا بعد عندكم غلط، ابعثوا لي الى خلاص ارسلوا لي اجاباتكم، انا وهي الدكتوره حتجيب الجواب اللي هي تعتمده. علشان ما نقول بعد ايوه، وبعدين في الحلقه القادمه ان شاء الله في بث هعمله واقول مين الناجح طبعا، وفاز. وارسل الاسم للدكتوره. في بعد نقطة لازم نعلمها للطفل، هو يتحمل نتيجة يس أخطاء. كيد، تفضلي دكتوره، تفضلي. كيف نعلم الطفل بعد كذلك إن إحنا هو يتحمل نتيجة أخطاء، بأن إحنا example إن أنا غلط في حاجة فأنا آسف، فإحنا نعلمه كيف إحنا نعتذر فهو يعتذر ويتحمل نتيجة أخطائه. يعني في طفل توحد مثلا لأن عنده فرط نشاط ونقص تركيز وما عنده الحلول وما عطيناه الأدوية، راح يكسر في البيت ويرسم على الجدران، فهذا بعد لازم إن احنا نعلمه كيف يتحمل نتيجة الأخطاء اللي يرتكبها هاي. لازم تكون قنوات الاتصال مفتوحة، لأن لو تعرض للبولينج، يتعرضون في المدارس ترى للبولينج، نعم، اللي هو تنمر استئساد عليهم لأنهم مو طبيعيين مثلنا، وبعض الأطفال ما شاء الله عليهم مجرمين بالفطرة، نعم. أوه، أرسون على التوحد الكثير الكثير من التنمر عليهم، فيجب ان احنا ننتبه الى كان في يوم من الايام متضايق ما يبي يروح المدرسه لانه ما عنده القدره مثل ما قلنا على انه يشتكي، فاذا ما له بارض يحل الواجب، عنده مشكله مع المدرس وايد يكبر الموضوع، فهذا جزء من النيجاتيفيتي مالته بعد، فلازم نساعده على انه هو يتحول الى ايجابيه. اعتقد حتى المدرسه تلعب دور كبير. يعني انا عندي مثلا لؤي كانت عنده مشاكل في المدرسه الاخيره، فاضطر انه حتى يضرب ولد يعني زميله في المدرسه، فطبعا اكستنتد من المدرسه، طردوه فحطوه في مدرسه احتياطيه للاشخاص من هذا النوع، يعني عندهم مرض التوحد وحاجه كذا. وتخيل يا دكتوره، المدرسه هذه كانت احتياطيه يعني مؤقته، استمتع فيها استمتاع مش طبيعي، لانه المخصص المدرسه اللي يودوه فيها مخصص لهذا النوع من الاطفال. يعني قبل ما كان يروح في المدرسه الاولى، يعني امه كانت تعاني معاناه لما عشان توديه المدرسه. للروحة
ايه بالرغم انه اخوانه الكبار كانوا فيها وكانوا يعني ممتازين في المدرسه هذه، ما عندهم اي مشاكل وكويسين فيها وحابينها. عشان كذا ودينا لؤي، قلنا خلاص ما دام هي لان قريبه من البيت كمان وكويسه. لكن للاسف لؤي ما قدرش يتاقلم فيها. فلما انحط في المدرسه الثانيه، تخيلي يعني اوقات هو بنفسه يقوم يركض بسرعه يتجهز، لانه ايه حب الاجواء وحب، وكل يوم شهاده. ايه وانا حيا انا حيجاوب على السؤال الاول اللي قلتيه. تمام. لا بعض الهندس من نشوان. اوكي، ها هذه نقطه بسيطه على الموضوع. ف يعني عانينا معاناه صراحه، خاصه زوجتي تبهدلت بهدله، يعني رفضت ان يرجعوه، رفضنا انه يرجع المدرسه الاولى. جبنا شهاده من الدكتور، الكونسل رافض انه، طبعا تعرفي في البلد هذه اذا ما تخليش الولد يدرس انت مشكله كبيره على الاب والام، يعني فيها محكمه، يودوكي محكمه وفاين. ترى التعليم الابتدائي إلزامي، إذا ما تودي الطفل المدرسة يجيك أمر نيابة حبس. نعم، ف احنا رفضنا نوديهم المدرسه، وهم كمان يعني لما تكلمنا معاهم هم فهموا ان الموضوع، هم مش قادرين يتعاملوا مع النوعيه هذه من الاطفال، عندهم هذه النوعيه من المشاكل. فحتى هم كتبوا رساله انه ما نقدرش احنا نتعامل مع الطفل هذا في المدرسه، يحتاج له مدرسه خاصه. فالكونسل هنا يقول لك ما فيش مكان. فتخيلي قعد تقريبا قريب السنتين ما يروحش مدرسه، قريب السنتين متخلف ما يروحش مدرسه، ويعني ومشاكل مشاكل، يعني ملفات ملفات ملفات. جبنا محامي وتقارير من المدرسه وتقارير من الدكتور، علشان يلا يلا، لدرجه انه خلاص حنوديهم محكمه، يعني طلعهم محكمه وحيتبهدلوا فيها هم الكونسل والحاجات كذا. الى ان يوم جالنا يعني اتصال، حصلنا له مقعد يعني في واحده من افضل المدارس المتخصصه في ليفربول في هذا الشيء. يعني مسكين الحرمه تتصل لي وانا بالشغل وهي تبكي من الفرح اخيرا، يعني لانه حمل يعني ضغط عليها كان بشكل عليها اكثر مني انا، لانه هي اللي قاعد معاها في البيت، انا اروح الشغل اغلب يومي كان في ذيك الفترة كنت أشتغل 12 ساعة من 7 ل 7. فالضغط أكثر شيء كان عليها هي، خاصة هي إن هي ولدت هنا وعايشة هنا، فهي اللي عارفة الأمور هذه، أنا أعتبر فورن يعني بالنسبة لها. فكانت هي اللي ماسكة الموضوع لؤي للأسف، ف يعني كأنه حمل وانشال من على أكتافه صراحة يعني. والحين في المدرسة مرتاح، يعني كل يوم أكتيفيتيز، كل يوم حاجات كثيرة مش عاوز أتكلم عليها لأنه حيجاوب على السؤال. اوكي، اذا جاوبت على السؤال ترى انت بتخسرهم الجلسه. ايوه، فمش حجاوب على السؤال يا جماعه، فرحت بس اتكلم. عزمت الولد على هود شوكولات وناقشوا عن المشكله كيف نحلها. اوكي، ابني كان ما يحب المدرسه وخاصه التاريخ وكان على وشك الرسوب. مريم، ابنك عند اوتزم، عنده توحد؟ لا، وكلامه ايجابي. اسمع، قلت ليش ما تذاكر؟ قال ليش دخلت، ايش دخلني في قصه ماتوا من 1400 وقف. لا والله اجابته منطقيه. بس هي استولام، يعني لازم نرفض يا مريم في هالحاله نربط التاريخ بالقصه اللي حياتنا الحاليه. مريم، مش انت اللي قلتي ابنك، ذكريني بس اذا انت ولا لا، اللي قلتي في المقابله السابقه انه يلومك على الحاجات اللي حصلت في اليمن، على المشاكل اللي في اليمن الان، على الحرب، ولا واحده ثانيه؟ اي ما شاء الله عليك، كثير الجدال. اوكي، سلسبيل روحي ولا تغيبي علينا، الله يخليك. أزين، طيب احنا فكنا نقول ان ميزه الطفل التوحدي انه هو once you teach him one thing، من النوع اللي تركز في باله، فالدايركشنز والاوردرز اللي احنا لازم نعطيه اياه لازم يكون يعني الانستركشنز يكون واحد واحد. الأوامر لا تعطونا أكثر من أمر واحد مرة واحدة علشان ينفذه. روح للباب، افتح الباب، جيب كذا، سكر الباب، سو كذي. فما نخلص رصيد الطاعة عندهم بسرعة، يعني ما اقعد اقعد قوم سو لا تسوي. هني ما قاعدة على الثراء اللغوي، يعني ما عنده ثراء لغوي لحتى يتكلم وياي إذا بس مجرد أوامر 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 أوامر. ثانياً، لما بعطي الأوامر أعطيها إياه بأدب، مثلاً no running no pushing
يعني لا تركض ولا تدز أحد، فهو تثبت، خليك يمين خليك يسار. شفت لما تركب على الاكسكليترز في الاندر جراوند عند ذوي هذه الحاجات ما فيش، ما تركبش، مش عارف ليش. تمشي؟ انا ما احب الاندر جراوند في لندن لنقطة واحدة، لانك تحوس تحت الارض انك فار. اي والله، وفيها فيران بالهبل حتى عندكم في لندن. مرة كان في سترايك القطارات والاندر اشوان، يعني مثل ما تقول يتكرمون علينا، ما بين كل 3 ساعات، يا والله حسيت اني فار، 3 ساعات قطار واحد، يا ظلمة. احس اني فار في الاندر جراوند. دخلت من ساعة معينة، طلعت عقب 3 ساعات شميت الهواء اوه والله صدق. طالع، لا لا تحس انك فار. يعني انا بعرف هذا صاحب الفكرة. لا لا الاندر، شوفي على فكرة الاندر جراوند اللي في لندن تعيس، يعني سيء جدا. لأن تم عن 200 250 سنة انا عشت في موسكو 5 سنوات. عمره. في مقطع الاندر جراوند اللي في موسكو إيه متاحف، الله، متاحف يعني بمعنى الكلمة، ما فيش محطة تشبه المحطة اللي وراها، وكلها فعلا طبعا بنوها ايام الاتحاد السوفيتي. كان يعني لما تدخليها فعلا يعني متاحف، متاحف من حيث المرمر، الإضاءة، اللوحات اللي موجودة فيها، لوحات يعني فسيفساء، يعني ما شاء الله. حاجات روعة. ادخلي بتحصلي في اليوتيوب، إيه. اكتبي الاندي جراند تبع موسكو وحاجة زي كذا، واو يعني حاجة مش طبيعية. هذاك اليوم كنت عندي حالة طوارئ، إن I'll shadow someone من خلال الجامعة، اللي هو يعني بيروح يشوف كيس من اللي أنا أكرههم، اللي هو البارافيليا. البارافيليا اللي كل انواع الشذوذ الجنسي، مو بس جاي وش اسمه، لا هو كل انزين حاجة. كل اشياء مو طبيعيه، مقززه ومقرفه. رجل أو ست؟ لا رجل، أوكي. اي رجل. فعاد هذاك اليوم حظنا سترايك، فانا دخلت وقاعدين نحوس ما بين المحطات، شويه نركب الخط الاحمر نوصل إلى محطة معينة، نوصل نركب مرة ثانية ننزل إلى الخط الأخضر والأصفر. ما طلعت إلا عقب 3 ساعات قاعدة أكلم أهلي في أقول لهم فار، فار اليوم تحت الأرض أحوس. والله مشكلة لندن فيها مشكلة المواصلات هذه سيئة جدا يعني. سيارتي بس هني بعد السياقة لا مش لا السواقة متعبة في لندن. أخ أخ على سيارتي. المهم سيكل 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 على هالحجم، بعقول موتر سيكل حلفتني امي الله يرحمها، ما موتر سيكل اول واحده ممكن، انه والله كنت مجنونه، لان يوم احنا صغار الله يرحمه ابوي كان عنده موتر سيكل ياخذنا على ظهره، يعني كنت افكر فعلا ان انا اخذ، بس الله يرحمها امي حلفت علي. الله يرحمك، خايفة عليش. اي المهم، طيب فالدايركشن هذه اللي انت تبي تعلم ولدك انه يحفظ الدايركشن، نو رانينج، غير اسلوبك يعني شوان يعني شوان، انه بحيث ان انت يبتدي يتقبل له اي منك ويبتدي يتقبل الدايركشن. يمكن ما يقبل منك، يمكن يقبل من امه، جرب ما تدري. لا حقول لك انا ايش اللي تحصل معاه، ايش المشاكل اللي تحصل معاه. مثلا اليوم، مثلا بكره عيد ميلاد واحد من في العائله، مثلا العائله يعني تجمعوا، يعني واحد من اخوان زوجتي عنده 9 ما شاء الله، 9 متزوج انجليزيه ومخلف 9، انجليزيه مخلفه 9. انا استغربت انا كيف أشياء ها؟ إذا ما أخذ إنجليزية عيب 9، لو ما أخذ يمني إيش ما بيجي والله مش عارف كم حيجيب، والله مش عارف كيف. ف الله. سبحان الله، فقبل ما نوصل في السيارة، لؤي حبيبي no fighting no joking too much please calm down، إذا حد سوى لك عصب فيك، أشوفه سامعه جاي، إذا حد عصب فيك لؤي تعال حبيبي تعال، أنا أصلا محتل غرفته أصلا، تعال اوكي. say hello to the doctor. That's my friend the doctor. Say السلام عليكم. السلام عليكم. بيبي هاي. We were talking about you. Yeah, we're talking about you. طبعا الأخ خواجة طبعا. He does not speak Arabic. Do you? Hey, how are you? Good.
Which school do you go to? Why you can't say it? Huh? Why? You're not allowed to? Yeah, oh, he's not allowed to. Why? You need to leave. Okay, come here, come talk to the doctor. No, she's my friend, you know, come down. Oh, I need to go to bed. What time now? Still time. About appropriate school behaviors, Luai. She spoke to you. I told her already about your school. I told her you have a nice school, you know. Come here. Come. احنا لما نعلمهم ان السلوك المقبول والغير مقبول في المدارس we set the example. ما نفلص, we don't bench, ما نعلي صوتنا, ما نصرخ لانه يتضايق, فهو ياخذنا موديل قدامه. فال appropriate school behavior انه هو ما يركض, ما يضرب, ما does not does not high. فهاي الأشياء يا ريت إن إحنا ننتبه لها كعرب, لأن في عاداتنا وتقاليدنا الصوت العالي كان جزء من عروبتنا. نعم. وإذا الطفل ما يكون مضارب يعني ب. إيه صح. ها لازم يكون شرس في المدرسة, ما يخلي حد بالعكس. بالنسبة لهم ممتاز جدا إن إحنا نحافظ على مواعيد الميلز العائلية. جدا حلو انهم يقعدون على الميل. اكلت فاميلي ميلز سنة 1985. انا من الجامعة تغير فعلا والله تغير مع الشغل وكذا. انا يعني وانا في وانا كنت لما كنت عايش مع ابي وامي واخواني كنا عايشين مع بعض, يعني الفطور مع بعض, الغداء مع بعض, العشاء مع بعض. ما ينتظرنا الله يرحمه, ما يمد ايده للاكل الا ما اتذكر صراحه انه كنا نتغدى يعني كل واحد في غرفه, ولا الان لا يعني كل واحد وقت ما يجوع يروح ياكل. ما مو بس كذي, انا كنت شاطره في اللغه العربيه لان سن ال 14 كنت خاتمه المكتبه العامه كلها ما شاء الله. اي الحين تعال خل اركب لي جمله بالعربي. والله ذكرتيني, عنده كتب يمكن فوق 20 كتاب عندي الآن في البيت لسه ما قاريهم. اشتريهم, اشتري كتب. إيه. كنت اروح اجور رود بس عشان موضوع الكتب. موضوع الكتب للأسف, الثراء اللغوي ونزار قباني ومحمود الحين بندوا, ما في ولا مكتبة في اجور رود الآن. ما في فايدة هذا, الحين صرنا شيكسبير ان عربك. اي والله الحين اروح اخر مرة رحت اجور رود ادور مكتبات كلها صايرة شيشة ومحلات ومطاعم. اي كله خلاص الناس ما يبون يقرون الحين. فعندك في بي دي اف درايف نزل كل الكتب العربية اللي تبيها. حاولت والله بال لا ما اقدر استحمل, لازم امسك كتاب بيدي, لازم اطبع الكتاب وامسكه بيدي. زين جود, عبالي بس بروحي. ممتاز. لا لا كتب عندي والله, حاولت والله, اشتريت تابلت خاص عشان اشتري أيه. كتب اونلاين, واشتريت والله كم كتاب. انا اشتري دائما من والله شو اسمه مكتبه النيل والفرات, موقع رسمي كذا كتب, بس غالي الشحن, يبهذلني الشحن. حد يجيب لك اياهم من مصر لان ما شاء الله لان قعدنا في الحسين هناك القهاوي ما شاء الله يجيبون لك. ايوه والله جالي واحد جاب لي كذا قلت هاته كله. طيب رحت لمصر والله جبت كتب معايا من هناك. اي بعد لازم ان احنا نعلمهم الشيء. واحد كل ما شاء الله عليه لو أي يبتسم بس غيره ما يبتسم, فلازم نعلمهم إن في خيط رفيع ما بين الوقاحة والفورماليتي. فورمال مع إنسان إن أنا ما أرفع الكلفة بيني وبينه يكون وقح غير شيء تاني, يعني وقح لدرجة إن أنا أكون فظ في التعامل. فهما ممكن they mix it up. يعني لما كانت أزمة فاتة الكوفيد الأقنعة وكذا نعم الماسك, فكنت واقفة أبي أخذ نفسي شوية, فتركت واحدة من الإنجليزيات في الكيو كنا بنحاسب, فقالت لي لو سمحتي حطي الماسك فورمال. ما أقدر أعترض. نعم. بس تأثر لأنه إحنا بالنسبة لنا that's rude. خاصة هي مش موظفة في المحل, يعني هي بس هي زبونة مثلك.
لأن لو انتقل لها الكوفيد وهي في هاي السن ومريضة، يأثر عليها. نعم ففي خيط ضعيف. هي قالت لي if you please. يعني استخدمت الكي ويدز يعني الـ اوكي. yeah. ففي هاي الحالة إن هي بينت إن هي مو رود، مو قلة أدب وما. فإحنا نعلم أولادنا ما نرفع الكلفة. مع ما شاء الله عجبني ترى لؤي ما رضى يتكلم، which is مع السترينجرز very good. لا هو يستحي يمكن لأنه عبر الأونلاين، بس لما يكون مع بداية يعطيه 5 دقائق، بس بعدين هو مثل ما قلت لك أول هو يحب، هو عشري من الأجانب أو الأغراب، لأن إحنا عيبنا إن تعال سلم على فلان، تعال سلم على خالك، تعال قيد في حب. نعم. That's no. على الضيوف على المشكلة في أولاد. نعم في أولاد ما شاء الله عليهم مقدامين شوية. نعم حي يسلم و... بس أنا الشخص هذا اللي بس قاعد، كمان هي سلاح ذو حدين كمان، دراني الطرف الآخر شنو يعني. يا نشوان أنا بديت تقريبا يعني في السنة الأخيرة أقول لك إنه وما نفس إلا واردها، ثلاث أرباع اليهال أنا أقول لك تعرضوا للتحرش الجنسي. قلت الله بالله يعني أنت كمان خبرتك كدكتورة شفتي يمكن بلاوي يعني ما تبكي أشياء، تبكي لدرجة إن أنا خاطري أصيد يعني. بس آمين يسيء استخدام اقتراحاتي، مثلا إنه لما في محاضرة من المحاضرات أقول إن التحرش الجنسي هذا مرض عقلي أو شيء، تقوم تطلع له شهادة من إنه هو مريض عقلي. طيب بعدين يسوي اللي يبغي يعني عنده فتوى. هاي المصيبة. وأنا كانت كلمتي لها احترامها عند بعض القضاة الله يحفظهم، فمرة من المرات اقترحت إنه هو بعد إنه instead of putting him in a prison إنه يدفع يتكفل بعلاج الطفل له 10,000 دينار. والله ما شاء الله سواها واحد من القضاة، لأن العلاج النفسي بعدين ياخد سنة. بس ايش النتائج على العلاج النفسي يعني، خاصة الاغتصاب هذا مش حيكون محفور داخل جسم الضحية اغتصاب لا علاج آخر، او تحرش عفوا أو... علاج آخر، لأن في رهبة وفي تروما غير عن الاغتصاب، لأن الاغتصاب ما صار مثل أول إنه ياخذ بالقوة، كله ده صار باللين والاستدراج وإلى آخره، وبعدين يعني هذا منفذ آخر أو وتحرك. الله يجيب أطفالنا من الحاجات هذه. والله والله صار الموضوع يخوف يعني، خاصة في الزمن اللي احنا فيه صار أكثر، خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي صار الموضوع أكثر يعني. ولا ويك تالي واحد هذه حركات طفولة كلنا سويناها وإحنا أطفال. ها يعني هذا العذر يعني، العذر. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بس لو تسمحي تذكري المستمعين بس بالسؤال. أي السؤال يقول كيف أستطيع التوحدي أو الطفل العادي اللي شوية نيجاتيف أكثر من سلبية نظرته للحياة شوية داكنة إلى تحويلها إلى الحياة الإيجابية؟ الدكتورة حترسل لي جواب يعني على الخاص، وانتو كمان إذا انتو مهتمين بالموضوع ارسلوا لي اللي أجوبتكم على الخاص، واللي أشوفه جوابه صح حرسل الحساب للدكتورة. تمام، وهي بعدين حتعطيكم. ايش كانت الجائزة يا دكتورة؟ جلسات، جلسة استرخاء أو تفريغ إلى العقل. تقدر تسويها عبر التليفون وعبر ال، ولا لازم تكون عندك موجود؟ اوكي سو اذا كنت في شفيل برمنغهام في دولة اخرى في كمان الاخت كيان حتتواصل معاكي علشان موضوع التأتأة. اي تمام اعتقد احنا الان بالضبط تقريبا ساعتين مع الدكتورة يا شباب. اي ان ان نوقف عند هني ونكمل حق جلسه ثانيه، لان في اشياء السايبر بولينج وعندنا البيرسونال سبيس، كيف ان انت تساعد الطفل على مجال للحريه الشخصيه. ما انت، انا مو ملكك دائما ولازم ما اكون متواجد لك دائما، انا خاصه عندك حياتك الخاصه البيرسونال سبيس. لازم نرجع نكمل هذا ان شاء الله. جميل جدا والله استفدت انا منك صراحه دكتوره، خاصه لانه انا مثل ما قلت لك عندي طفل عنده هذه المشكله.
أتمنى من الناس اللي سمعونا واستفادوا من كلام الدكتورة صراحة. عن نفسي أنا استفدت. الله يخليك. استفدتوا يا شباب؟ طيب ايش طيب. فما تسوي لي يا شير او شيء علشان انا بعد اقدر انزله في انستغرامي او شيء من هذا القبيل. أوكي، أنا إن شاء الله هحاول قدر الإمكان أنزله عندي في القناة، على قناتي على اليوتيوب نشوان جعفر. اوكي وحرسل لك اللينك يا دكتورة، طيب وممكن تشيري حتى برسل لك، إذا مش عارف أنا كيف أقدر أرسله على التوك توك أقول لك، لا أو على الواتساب، برسل لك على الواتساب إن شاء الله. تقدري تشيري كمان عندك. و شو كاتبة مريم؟ جابوا السؤال، بلى لولا الانقطاع بيحفظ البث. ايه ما فهمت شو قصدك يا ليلى. يا جاوب مريم. يا مريم، جاو الجواب اتركيه في لنشوان يمكن تفوزين على بالجائزة. الخاص، ايه ارسلي لي اياه على الخاص. يلا مع السلامة. تمام، شكرا جزيلا دكتورة، وتصبحي على خير. فرصة سعيدة، ونلقاك ان شاء الله الاسبوع القادم. ان شاء الله بإذن الله. حنتواصل مع بعض ونحدد يوم معين ان شاء الله نلتقي فيك. مع السلامة. مع شكرا السلامة. جزيلا، تصبحوا على خير. مع السلامة. مع السلامة لكم جميعا.